مشاهدينا صباح الخير، بننتقل مباشرة إلى قصر بعبدة للاستماع إلى تصريح وزيرة الجيوش الفرنسية بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد عون. La France est en effet aux côtés du Liban. Elle l'a toujours été et elle l'est plus que jamais après cette tragédie qui a fait de nombreuses victimes, de nombreux blessés et qui laisse une partie de la population dans un très grand désarroi. Donc dès les premières heures, le président de la République Emmanuel Macron a souhaité apporter son aide à la population libanaise. Un pont aérien a été mis en place entre la France et le Liban. Je serai dans quelques minutes maintenant dans le port de Beyrouth pour accueillir le porte-hélicoptère Tonnerre. Et ceci est une preuve supplémentaire de l'engagement de la France aux côtés du Liban et de la population libanaise. Le président de la République libanaise m'a demandé de transmettre au président Macron ses plus vifs remerciements pour ce soutien qui ne se dément pas en faveur du Liban et de ses habitants. Je vous remercie. إذن تابعنا تصريح وزيرة الجيوش الفرنسية بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بحضور السفير الفرنسي، وقد أكدت لرئيس الجمهورية وقوف فرنسا الدائم مع لبنان، وأشارت إلى أن ستتجه إلى مرفأ بيروت بعد لحظات لمواكبة وصول المساعدات الفرنسية إلى لبنان، وهذا الأمر المستمر منذ لحظة وقوع الانفجار. وأيضا حمل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون تحياته وشكره إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ننتقل إلى زميلي ريما حمدان. ريما صباح الخير. صباح الخير جاد. ريما، بس وين أنت موجودة يعني أنا وشو موجودين آخر منذ المعطيات؟ الصبح في الأشرفية. نعم أنا بالأشرفية. نعم نحن موجودين بالأشرفية تحديدا، كان لنا جولة على مستشفى الروم، محيط مستشفى الروم، حيث لا تزال أعمال شيل الركام من الأرض ورفع الركام من الأرض مستمرة، بالإضافة إلى نحن هلأ موجودين تحديدا بمحيط مستشفى الجعيتاوي. يعني هاتين المنطقتين هن اللي أكثر شيء تعرضوا للأذى، سواء كان الأبنية السكنية أو إن كان بالممتلكات والمحلات التجارية، وأيضا للأسف كان هناك ضحايا شهداء بصفوف أهالي المنطقة. بالتالي الجيش اللبناني ينتشر بهيدي المنطقة، يحاول أن يؤمن، ما بعرف إذا عم نشوف على الشاشة الصور، يحاول أن يؤمن هذه المنطقة، بالإضافة إلى أنه يقدم مساعدات عينية لأهالي المنطقة. وهون إشارة وتذكير جدا مهم إلى أن الجيش اللبناني مخول بحسب التوجيهات المعطاة له بإعطاء المنازل، أي هو لا ما عنده محطة متنقلة وآلياته لا تعطي بشكل عشوائي، ومين ما إجا لحتى ياخذ بيعطيه، إنما فقط على العائلات وإنما فقط الناس سكان الأشرفية اللي هو بيتوجه إلى منازلهم وهو يلي بيعطيهم اللازم من الإعانات. بالإضافة إلى هذا الأمر، دواء الجيش اللبناني عم بيكون بمساعدة الأهالي على رفع الأنقاض ورفع الركام من الطرقات، سواء كان من المحلات التجارية أو من المنازل أو من الشوارع، أيضا الجيش اللبناني عم بيقوم بدوره. إلى جانب الجيش اللبناني جاد، هناك عدد من الجمعيات الأهلية وعدد من الجمعيات اللبنانية وأخرى منظمات مدعومة من الدول الغربية والدول العربية، يعني ورشة كتير كبيرة، وهناك يعني ناس كتار عم بيحاولوا يساعدوا، من ضمنهم هذا المستشفى الميداني أو هيدا المستوصف الميداني إذا فينا نقول، يلي هو يقدم الرعاية الصحية الأولية. هذا الكاميون أو هذه الشاحنة المتنقلة بداخلها طبيب وبداخلها عدد من المسعفين، يلي هن مهمتهم عم بتكون أنه يغيروا جروح المصابين جراء هذه الكارثة، ويقدمون لهم دعم معين، سواء كان بالأدوية، بالمستلزمات الطبية، بالشاش، بالمعقمات، اللي هن أمر جدا أساسي. إلى جانب مدير
هذه المستشفى المتنقلة أو هذا المستوصف المتنقلة ياسر زعرورة يلي هو رح يحكينا أكثر عن دورهم. كما هناك بدنا نشوف إذا فينا نشوف بعد الزميل شرب الفاضل هناك معدات طبية ومستلزمات حركية يلي هي كمان عم يتم توزيعها وفق لتقارير طبية للتأكد أنه هذه المساعدات عم تروح لمن هم أكثر حاجة يلي هن فعلا بحاجة لها لحتى ما تروح بالمكان الغلط. إذا إلى جانب الأستاذ ياسر يلي رح يحكينا أكثر عن هذا. يعطيك العافية. أنتم هون شو عم بيكون دوركم ومين هيدي الجمعية ومن أي جهة مدعومة؟ ياسر زعرورة منسق مشروع العيادة النقالي. مشروع العيادة النقالي هو جزء من عمل جمعية مساواة. جمعية مساواة هي متخصصة في العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من إعاقات مختلفة. مشروع العيادة النقالي هو بالأساس متوجه لأصحاب الإعاقات، يتوجه إلى منازلهم، يقدم الخدمات في المنازل حتى لا نتعب الإنسان اللي عنده إعاقة أنه يأتي إلينا. اليوم في ظل الأزمة والنكبة التي حصلت في بيروت، جمعية مساواة تداعت منذ اليوم الأول لمساعدة المتضررين من هذه المأساة. هذا اليوم السابع لنا على الأرض متنقلين ما بين الكارانتينا المدور الجميزي. ثاني يوم اليوم احنا اليوم في الأشرفية جعتاوي عم بنقدم خدمات طبية صحة أولية، كشف طبي، تمريض، ضغط، سكري. عم بنقدم توزيع أدوية، الأدوية المتوفرة عنا في الصيدلية، وكان عنا متوفر بعض الأدوية المزمنة وزعناها. في عنا تغيير الجروحات للأشخاص المصابين، كمان عم نعمل تغيير وبنوزع عليهم بعض المواد الطبية حتى يغير بالبيت. في عنا قسم المختص بدول الإعاقات اللي بحاجة لو بحاجة لعكازات أو ل أحذية طبية ووكرز متوفر. كمان أيضا عم نقدم هذه الخدمة. أنتم جمعية لبنانية؟ جمعية لبنانية مرخصة أكيد. إحنا عنا مشروعنا ممول من بعض الجمعيات الأوروبية مثل جمعية المساعدات الشعبية النمساوية والكشيف اللي هي ممولة للمشروع وبعض الجمعيات الأخرى. واحنا مستمرين اليوم موجودين هون، غدا ممكن يكون في سيسين في برج حمود. عم نقدم الخدمات لكل الاشخاص اللي بحاجه بغض النظر عن اي جنسيه. شكرا لك ويعطيكم الف عافيه. اذا هيدي المبادره جاد هي كسائر المبادرات او كعدد كبير من المبادرات. ريما رح نرجع لك نحن، بس بدنا ننتقل لوزاره الخارجيه لمتابعه تصريح الوزير شرب الوهبي ووزير الخارجيه الايرانيه. استعرضنا في لقائنا ما هي إمكانات الدعم والمساعدة التي قد تقدمها أو تعرضها الجمهورية الإسلامية، ونحن سنتلقى تلك العروض لتدرسها الجهات المختصة وتتخذ القرار المناسب بشأنها. استعرضنا العلاقات الثنائية الممتازة بين بلدينا وبين شعبينا، كما استعرضنا أيضا الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بنتيجة التطورات الأخيرة. نرحب مجددا بمعالي الوزير الصدير ونتمنى له استمرار الزيارة بنجاح ونأمل لقائه قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. تشکر میکنم از برادر عزیزم وزیر محترم خارجه لبنان برای استقبال گرم و صمیمانه از بنده و هیئت. بسم الله الرحمن الرحيم. أود بداية أن أتقدم بالشكر والتقدير من أخي وصديقي معالي وزير الخارجية اللبنانية الأستاذ شرب الوهبي على حفاوة الاستقبال الذي هيئها لي وللوفد الرسمي المرافق. يكبر ديجي همدردی و همبستگی خودمون رو با مردم لبنان در این شرایط بسیار نگران کننده و این حادثه بسیار غمبار اعلام میکنیم. وأنا أريد في هذا المجال أن أؤكد مرة أخرى على أقصى درجات المواساة والتضامن القلبي والمعنوي مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة حكومة وشعبا تجاه هذه المأساة وهذه الفاجعة الكبرى التي حلت ببيروت وحلت بلبنان في الآونة الأخيرة. آرزوی مغفرت برای شهدا و
آرزوی سلامتی برای تمامی مجروحین و صبر برای خانواده های تأثیر گرفته از این فاجعه داریم. ولا يسعني أمام حول هذه المأساة إلا أن أسأل البارئ عز وجل أن يتغمد كل الشهداء البررة بواسع رحمته وأن يحشرهم في جنته وأن يكتب الشفاء العاجل والكامل لكافة الجرحى والمصابين وأن يمن على أهلهم وذبيهم بالصبر والسلوان. با جناب آقای وزیر در مورد امکانات جمهوری اسلامی برای همکاری برای بازسازی لبنان در و همینطور همکاری در حوزه انرژی، در حوزه برق و در حوزه بازسازی صحبت کرد. وقد تحدثت خلال هذا اللقاء الكريم الذي جمعني بمعالي وزير الخارجية اللبنانية حول آفاق التعاون الممكن بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية الشقيقة في هذه المرحلة، إن كان لناحية إعادة البناء والإعمار وإن كان لناحية الدواء أو الكهرباء أو كافة المجالات الحيوية الأخرى. و این آمادگی رو بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران هم دارند که در لبنان بر اساس امکاناتشون کمک‌های فراوانی رو انجام بدن. وهنا أود أن أؤكد أن ليس فقط حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها هذا التوجه وهذا الاستعداد، بل إن الشركات الخاصة الإيرانية أيضا لديها نفس التوجه في الانفتاح والتعاون مع لبنان في كافة هذه المجالات. ما اعتقاد داریم که حکومت و مردم لبنانند که باید برای آینده لبنان برای نحوه پیشبرد امور تصمیم بگیرند و جمهوری اسلامی در کنار حکومت و مردم لبنان خواهد بود و ما کمک میکنیم به هر تصمیمی که دولت و مردم لبنان اتخاذ میکنند. وأود أن أؤكد على الموقف الثابت والدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أنها تعتقد أن لبنان بحكومته وشعبه هو المؤهل الذي كي يتخذ القرارات المصيرية بشأن مستقبله والخيارات التي يريد أن ينتهجها في المرحلة المقبلة. وأريد أن أؤكد أيضا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف بشكل ثابت وراسخ أمام الخيارات الحرة التي ينتهجها لبنان في هذا المجال. در نهاية میخوام به مردم لبنان تبریک بگم. امروز سالگرد پیروزی مردم لبنان بر دشمن صهیونیستی در جنگ 33 روز است. ولا يفوتني في هذا الاطار كون زيارتي تتزامن مع الانتصار الكبير الذي حققه لبنان ضد العدو الصهيوني في عدوان تموز 2006. لا يسعني الا ان اتقدم باسم ايات التهنئه والتبريك من لبنان في هذا المجال. ومطمئنم همونطور که لبنان بر تجاوزات دشمن صهیونیستی پیروز شد، بر این حادثه هم پیروز خواهد شد. و انا على ثقه تامه انه كما تمكن لبنان الشقيق من الانتصار على الكيان الصهيوني فانه قادر تماما على الانتصار والخروج سالما غانما من المرحله الصعبه الحاليه. معالي الوزير، هناك حديث أمريكي عن طبيعة الحكومة اللبنانية، يتحدثون عن حكومة مستقلة تعكس إرادة الشعب وفي نفس الوقت يضعون فيتو على قوى سياسية أساسية في لبنان، وهذا سمعناه من ديفيد هيل الذي يزور لبنان بالتزامن مع زيارتكم. ما تعليق الجمهورية الإسلامية على هذا؟ هل تعتبر هذا التدخل في شؤون لبنانية؟ ما معتقدیم که مردم و دولت لبنان باید تصمیم بگیرند و دیگران نباید در این شرایط اضطراری کمک‌هاشون رو مشروط بکنن به هر تحولی در لبنان. نحن نعتقد أن لبنان حكومة وشعبا هو الطرف الوحيد الذي ينبغي أن يقرر في هذا المجال، ونعتقد أيضا أنه لا ينبغي لأي طرف أجنبي أن يستغل الحالة المأساوية والحاجات الضرورية التي لبنان بأمس الحاجة إليها اليوم كي يقوم بفرض إملاءات تنسجم مع مصالحه وتوجهاته. بنظر ما إنساني نيست كأس شرارته درد و رنج مردم برای اهداف سیاسی استفاده بشه. انا اعتقد انه ليس من الانسانيه شيء ان يستغل المرء الوضع المأساوي الذي يعاني منه طرف ما من اجل ان يقوم بفرض املاءاته وشروطه عليه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يا حسين طير، يا حسين طير. شو بيعمل المشحره؟ إذن تابعنا تصريحي وزيري الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف واللبناني شرب الوهبي، ونرجع للزميلة ريما حمدان الموجودة بمنطقة الأشرفية. ريما، نحن رجعنا لك، تفضلي. نعم.
نعم نعم جاد، يعني مثل ما عم نشوف الجيش اللبناني خلف، إذا فينا نشوف بعدسة الزميل شرب الفاضل، هناك عمليات لرفع الأنقاض ورفع أصح من كلمة أنقاض إذا بدنا نقول رفع مخلفات الأنقاض أو مخلفات الهدم يلي صار من زجاج وإلى ما هنالك. يعني إحنا صرنا بمرحلة إذا فينا نروح مع الزميل كمان جورج فاضل لقدام أكثر، شرب الفاضل إذا يعني هي أكثر عمليات رفع للزجاج المتناثر يلي كان موجود بهيدي المنطقة. يعني مثل ما عم نشوف جاد بالصورة العمليات يعني هيدي العمليات الإغاثية إذا بدنا نقول، وهي كلها تصب بعمليات الإغاثية ومساعدة الأهالي في مصابهم هون بهيدي المنطقة. عم يعطيك العافية. يعني عم تتبشر الجيش اليوم دعم، يعني اليوم العمليات الإغاثية وين عم تتركز أكثر؟ دور الجيش كيف عم تلاقوه موجود هون؟ ما بتشبت حدا، هلا بعد جاي من جبل لهون لحتى شوف البيت كمان بخراب، بكتر ايديات واكواب والفرش كله مخطئ نوباراتي وهوني، وهلا عم بيجوا حدا يعمل كشف ومشحن. عملوا كشف عندك قبل او لا؟ ها؟ عملوا كشف؟ لا بعد ما عملوا كشف، هلا راحت بدام لهونيك لا تجين عندي لتعمل كشف. الحمد لله على سلامتكم. يعني جاد مثل ما عم نشوف عمليات نعم عمليات رفع يعني مخلفات هذا السجير. يعني نحن هون بدنا نذكر شغله جدا اساسيه وجدا جدا مهمه، عمليات نعم نشكر شغلة جدا أساسية وجدا مهمة، إنه هاتين المنطقتين نحن عم نحكي أيضا اللي هن منكوبة يلي هي الجعيتاوي، محيط مستشفى الجعيتاوي وأيضا مستشفى الجعيتاوي تضرر، بالإضافة إلى مستشفى الروم وكان هناك ضرر كثير كبير بهيدا المستشفى، والمحيط يعني ما هو يحيط بهم من منازل ومن غير المنازل. كمان هن تضرروا من عصف هيدا الانفجار يلي هو ما خلى محل تجاري ولا خلى منزل إلا وسقط زجاجه وصار في هناك أضرار معينة. كمان رح ننتقل إلى مشهد آخر، يعني إلى ميلة أخرى لحتى نكون فينا نحكي مع المواطنين يلي هن كمان عم بيساعدوا الفرق العاملة في الأشرفية سواء كانت من جيش لبناني أو كانت من مجتمع مدني أو من أحزاب، الكل يعمل. يعطيك العافية، نحن على الهواء. أنتوا اليوم أهل الأشرفية كمان عم نشوف الجيش وعم نشوف عم بيساعدكم وأنتوا كمان عم تساعدوا حال. طبعا أكيد 100%، نحن مين إلنا غير الجيش؟ من الأول كان لازم الجيش يستلم هالمبادرة كلها، ونحن بنشكره على الجهود. المعطرين يعني يعني رح يشغلوه بكل شيء المعطر، واكيد بدنا نساعدهم يعني. ها ده احلى من هيك. وفي مبادرات كثير من مجتمع مدني كثير 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 بجننوا عن جد، خاصه الشباب والصبايا وكلهم شيء توب 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 توب. شو بدنا نعمل؟ يعني جاد عم نشوف كمان يعني الجيش كمان عم بيكون دوره ليس فقط إغاثة أو ليس فقط بمساعدة الأهالي، إنما أيضا دوره عم بيكون أمني ببعض الأحيان بالحرص على أمن وسلامة الأحياء السكنية والحرص على عدم السرقة، طبعا بالإضافة إلى دور القوى الأمنية بهذا المجال اللي هي كانت عم تشتغل هون. عم صباح الخير والحمد لله على السلامة. انتو تضررتوا، اجا حدا كشف؟ بعد ما اجا حدا كشف عنا، هذا كله كان كله جوا، نحن هيك جلسنا بعيدنا لا يجي واحد لا زيد لا شيء ابدا، كله متعوج، كراسي العصر متعوجة ليك. واليوم المبادرات اللي عم تصير قديش مهمة، يعني اليوم عم نشوف الجيش عم بيساعدكم بآلياته بجنن جاي لك حدا بقلك ضباط بيلحقوا يصيروا مين بيعملها؟ والله جاز على سلامة عينه ما حد يحكي.
قولي لي مدام وين بدك انا اروح انصور؟ لا ما تصوري، ما بس ما بدي اطلع على التلفزيون بليز. طيب بليز انت على الهواء. لا ما بدي. شكرا. يعني طبعا المواطنين الصرخه وحده فينا نقول تقريبا بكل الأشرفية وبكل الأحياء هي متضررة، والضرر لم يستثني حي ولم يستثني منزل، وكل الأحياء المتضررة. عم نسمع بعض الأحياء المواطنين بيقولوا أنه يمكن ليه صورنا هون أو ما صورنا هون. نحن قدر المستطاع منحاول نغطي أكبر رقعة جغرافية ممكنة ونصور قد ما فينا لحتى يوصل صوتهم وتوصل صرختهم، سواء كان هن متضررين أو هن مجروحين أو هن من ضحايا هذا الانفجار. جاد مثل ما عم نشوف بالصورة أيضا آليات الجيش اللبناني منتشرة بكل الشوارع، يلي هي حتى الشوارع الداخلية والأحياء السكنية يلي هي فينا نقول شوارع فرعية، وبالإضافة إلى جهود الأهالي هن كمان عم بيقوموا بدور وعمل كتير كبير. عم يعطيك العافية. انتو هون عم نشوف ورشة عمل كتير كبير، عم نشوف الجيش، عم نشوف انتو بإيديكم كأهالي عم تشتغلوا. أكيد كلنا مجبورين بهالقصة هيدي، يعني القصة انعملت بس فينا نعمل شيء نحن مش بإيدنا، بس ماشي الحال. وفي بقوة الشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا كمان الله يقويهم، وانتم كمان الله يقويكم بالاعلام. صار عندكم ضرر كبير؟ ما بيخلى الامر، اكيد كل شيء في ازاز راح، المحل هذا كله تكسر، امبارح سويناه هذا الازاز. يعني الحمد لله كثر خير الله. يعطيك العافيه عم، والحمد لله على سلامتكم، هيدا اهم شيء. يعني جد عم نتابع بالصوره. كما ذكرت أنه حتى الأحياء الفرعية والأحياء الداخلية لا الأشرفية، ونحن مثل ما بنعرف هي أحياء ضيقة يتم فيها رفع مخلفات الأنقاض. وشغلة تانية كمان قدرنا نلاحظها أنه اليوم نحن بطلنا عم نشوف مثل أول نهار عم نشوف سيارات يعني غير صالحة للسير، متروكة ومهملة، وهي على الأرض يعني هي على جوانب الطرقات، إنما ربما بحسب ما شفنا أنه السيارات المتضررة كثير تم إزالتها من الشوارع. كمان إلى جانب أول شيء الحمد لله على السلامة. اليوم انتم كمان دوركم قديش مهم كاهالي اشرفيه بمساعده الجيش، يعني عم نشوف العالم كلياتها ان كان الاهالي او ان كان الجيش او ان كان الجمعيات. اكيد 100% عم نساعد بعضنا بهالحاله، كلنا مع بعضه، كلنا عم نساعد عم نتعاون مع بعضنا قد ما فينا نشهل يعني حتى كمان. يعني برايك اليوم الاحياء الداخليه تقريبا صرتم مشهلين بالشغل، صار الشغل متقدم؟ يعني بهيدا الحي تقريبا كثير مشهلين، بس بغير مناطق غير احياء بعد ما شهلوا كثير. في كتير أضرار وكتير خسائر حتى كتير. شكرا لك ويعطيكم ألف عافية، وطبعا الحمد لله على سلامة الجميع. يعني جاد هيدا هو المشهد من هون. نعم ريما، رح نرجع لك بعد شوي، خلينا ننتقل لجويس نوفل زميلتنا بقصر بعبدة لنطلع على آخر المعطيات من القصر الجمهوري وآخر لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يلي التقى اليوم مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل وأيضا وزيرة الجيوش الفرنسية يلي زارت قصر بعبدة. جويس تفضل. نعم جاد، يعني سلسلة لقاءات اليوم سيشهدها، وبدأ قصر بعبدة بهذه الزيارات من الساعة 9:30. خليني بس أقول أنه بهالأثناء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يلتقي وزيرة الدفاع زينة عكر بعد ما انتهى اللقاء مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي يلي جددت دعم فرنسا للبنان ومساعدته، وتحدثت مجددا عن ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارته إلى لبنان عن تأمين كل ما يلزم للبنان من مساعدات جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بأربع آب، وتحديدا الجسر الجوي الذي تحدث عنه ماكرون خلال زيارته. وأيضا قالت أنه بعد دقائق ستصل إلى مرفأ بيروت، وأيضا
ستكون حاملة الهليكوبتر تونر أيضا، وهذا دليل بحسب بارلي على مدى تشبث فرنسا بالعلاقات مع لبنان وهذه العلاقات المميزة بين فرنسا ولبنان. وأيضا نقلت عن رئيس الجمهورية رماد ميشيل عون شكره لفرنسا على كل هذا الدعم وهذه المساعدة. أيضا اللافت اليوم جاد الزيارة الأولى إلى قصر بعبدة مع مثل ما أنت ذكرت ديفيد هيل. اللقاء استمر مع رئيس الجمهورية حوالي النصف ساعة. كنا تحدثنا في الرسالة المباشرة قبل عن معلومات الأوتيفي عن فحوى اللقاء، وبالفعل ما ذكرناه يعني تحمل هذه الزيارة زيارة ديفيد هيل إلى بيروت أمور كثيرة ومحاور كثيرة. الأكيد أن ترسيم الحدود لم يحضر في هذا اللقاء الذي دام 30 دقيقة. أيضا كانت حاضرة في السفيرة الأمريكية ووفد صغير من الأمريكيين. جدد التأكيد ديفيد هيل خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على تحديدا أولا نقل تعزية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عون وإلى الشعب اللبناني بظل المأساة التي وقعت كما ذكرنا في مرفأ بيروت، وعاد التأكيد على أن المساعدات الأمريكية سبق ووصل قسم منها وهناك عينات أخرى ومساعدات أخرى في طريقها إلى بيروت، ذلك تأكيدا على دعم واشنطن للبنان في هذه المحنة بالذات. وأيضا قال أنه أمريكا إلى جانب لبنان وهذه هي توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا شكر هيل بحسب المعطيات شكر هيل الرئيس عون على موافقة لبنان على استقبال فريق من مكتب التحقيق الفيدرالي FBI الذي سيشارك في جزء من التحقيقات عن ملابسات الانفجار الذي وقع في المرفق والتحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني. وتناول مع الرئيس عون مشاهداته بعد الجولة التي قام بها بالأمس فور وصوله إلى لبنان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل، وأيضا تحدث وأكد أن واشنطن لن تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي بل ستتعاون مع السلطات اللبنانية ومع الأصدقاء والحلفاء في المنطقة لمساعدة لبنان وشعبه الذي يجب الإصغاء إليه والسهر على تحقيق تطلعاته. هذا كمان بيتبع موقف هيل بالأمس عن ضرورة العمل على حكومة يعني تعكس تطلعات الشعب اللبناني. وهون الحديث يلي يمكن بالمعطيات أو بالتحليلات يلي سمعناها عن الموقف الأمريكي والموقف الفرنسي من الحكومة اللبنانية كان طرح الرئيس ماكرون جاد خلال زيارته إلى لبنان الأسبوع الماضي عن حكومة وفاق وطني أو حكومة وحدة وطنية، بينما هناك حديث من قبل الجانب الأمريكي عن حكومة حيادية أو حكومة تكنوقراط. وأيضا يبدو أنه بحسب المعطيات الموقف الفرنسي يسير بهذا الموضوع يعني أقل. هذه بعض التحليلات والمعلومات لا شيء أكيد حتى الساعة. ويبدو أنه الاستشارات النيابية أيضا ستتأخر لأن هناك عدد كبير من الزيارات لمفادين أيضا ستكون لهم زيارة إلى لبنان للوقوف إلى جانب لبنان ودعم لبنان. إذن موضوع الحكومة لم يتم التطرق إليه بشكل كبير خلال هذا اللقاء الذي جمع هيل برئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. كنا ذكرنا أيضا أنه هيل شدد على ضرورة تطبيق الإصلاحات ومكافحة الفساد في لبنان، وهذا الأمر سيكون له مردود إيجابي على تحرير إن كان أموال سادر وإن كان على أيضا أن يرتد بشكل جيد على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يجريها لبنان منذ أشهر عديدة. واعتبر أنه هذا ما يحتاجه لبنان بالفعل إن كان تطبيق الإصلاحات من خلال هذه الحكومة التي ستتشكل وإن كان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. أيضا هذا بالنسبة لديفيد هيل. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون شكر هيل بطبيعة الحال على زيارته والتعاون الأمريكي، وأيضا تحدث عن
أن التحقيق أكد وجدد التأكيد وكرر موقفه الرئيس عون من أن التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع في المرفأ. وأيضا قال الرئيس عون أنه المطلوب المساعدة في معرفة ظروف وصول هذه السفينة إلى لبنان، ومن الذي أوصلها إلى لبنان، وكيف دخلت إلى لبنان يعني، ومن وراء وصول هذه السفينة التي كانت تحمل هذا العدد الكبير من نيترات الأمونيوم ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء وعدد كبير جدا من الجرحى، فضلا عن الأضرار المادية الكبيرة والدمار الذي لحق بالعاصمة بيروت. أيضا رحب الرئيس عون بفريق الاف بي اي الذي سيكون إلى جانب القضاء اللبناني، وأيضا الفريق الفرنسي الذي يشارك أيضا في هذه التحقيقات، وهذا الأمر يعني بإطار مساعدة اللبنانيين على معرفة الحقيقة وكشف هذه الحقيقة. أيضا رئيس الجمهورية لفت إلى أنه عدد من المسؤولين بمرفأ بيروت، منهم مسؤولين حاليين ومنهم مسؤولين سابقين، هم قيد التحقيق في يعني كل ما يحيط هذا الانفجار جاد الذي وقع في المرفأ. أيضا أشار الرئيس عون إلى أن الحكومة الجديدة التي ستتشكل ستكون من مهامها الأولى كما ذكرنا تحقيق الإصلاحات والمضي في مكافحة الفساد ومتابعة التدقيق الجنائي الذي أقره مجلس الوزراء، وكان أكد رئيس الجمهورية أنه هو لن يتهاون عن تنفيذ إن كان الإصلاحات وإن كان مكافحة الفساد، وهن هذين الأمرين في سلم أولويات رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. أيضا تحدث وعدد الرئيس عون للموفد الأمريكي الصعوبات اللي واجهت عملية مكافحة الفساد يلي أطلقها الرئيس عون منذ تسلم مهام الرئاسة وسدد رئاسة الجمهورية اللبنانية في تشرين الأول 2016، واعتبر أنه هذا الأمر سبب خلافات بينه وبين العديد من السياسيين يلي شعروا أنه هن معنيين بالفساد. يعني هيدا الجملة كتير مهمة جاد، لأنه عم بأكد الرئيس عون أنه الإصلاحات ومكافحة الفساد هي من أولى أولوياته منذ تسلمه سدة الرئاسة وحتى قبل عندما كان رئيس تكتل التغيير والإصلاح، يعني يعمل في هذا الطريق ويعمل في هذه السكة الإصلاحية. لكن هذا الموضوع سبب مشاكل عديدة مع بعض الأفرقاء السياسيين في لبنان، لأنهم اعتبروا أنه نوعا ما هن المعنيين بمسألة الفساد التي يعاني منها لبنان منذ أكثر من 30 عام، ونرى تبعات ونتائج هذا الفساد وعدم وجود الإصلاحات الحقيقية في بناء هذه الدولة. جويس، بس بدي أشير أنه عم نشوف بالجزء الثاني من الشاشة صور وصول ديفيد هيل مساعد وزير الخارجية لشؤون وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السياسية ديفيد هيل إذن إلى عين التين للقاء الرئيس نبيه بري. نعم. جويس، ممكن نرجع لك بعد شوي لأنه بدنا ننتقل باتصال مباشر مع النائب السابق إيميل رحمة، لنا وقت منطرينه. صباح الخير استاذ اميل. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. يعني شكرا. للاسف يعني ما كان ممكن انه يتم هذا التحرك الدولي تجاه لبنان لولا المأساة، واللبنانيين ما كانوا قادرين هن بين بعضهم يجربوا يبحثوا عن حل من دون تدخل دولة. الى اين تتجه الامور من الان فصاعدا برايك؟ هيك بدايه جاد المصيبة كتير كبيرة اللي حلت بلبنان، يعني أكبر مما يتصوره العقل. حتى القانون بده ينقلب معه، يعني القانون بده ينتقل من إهمال إلى إجرام، ما بده يكون واقع تحت مواد تتعاطى بالإهمال والتقصير، بده يروح على مواد تتعاطى بالإجرام، الإجرام يعني المباشر والعمدي لا سمح الله. أنا ما بدي أتفلسف كتير قانونياً لأنه هاي بتركها للقضاة، خاصة أنه المحقق العدلي قاضي مهم جداً، وأنا ارتحت كتير لتعييني وارتحت للي تسمى قبله كمان وبعده، يعني ما نزيد كتير على القضاة، القضاة اللي عم يتسموا مرتبين. أما بالموضوع السياسي اللي سألت فيه، حرام أنه نحن نكون شعب ما بنقدر نحل مشاكلنا إلا بعد مصيبة، يعني مثلا ما بنقدر نعمل اتفاق الطائف إلا بعد ما يتفجر كل لبنان ويقع تحت الأزايف، ما بنقدر نعمل تفاهم معين إلا بعد مصيبة كبيرة إن كان بكل العهود بدون ما سمي.
لوين رايحة الأمور؟ بيني وبينك أنا الوقت بلبنان، الوقت السياسي بلبنان عطول هو أطول وقت بين كل دول العالم. يعني الأسبوع بفرنسا يعني 5 أشهر بلبنان، الأسبوعين بدولة عربية حتى بمصر يعني سنة بلبنان. إن شاء الله هلأ التدخل الدولي يلي عم نوافق عليه. بس ليش هيك؟ لأنه يعني من وراء التركيبة وال وأنه كل شغلة بدها موافقة. قلت حكينا عنها بالحلقة السابقة هون على الـ OTV. أقول لك إنه من وراء فيتو الميثاقي، مع أننا نحن ميثاقية في كل شيء، بالإنماء بكل شيء في ميثاقية وبالفيتو. نحن دولة تعيش نظام الفيتو، إذا بدك تسمي نظام الفيتو مثل مجلس الأمن. يعني حيالله حدا هلا من الخمسة ستة طوائف منه رايد يعني في تأخير إلى أن تتم التسوية، والتسويات بدها ميني تسويات، يعني التسوية الكبيرة بدها تحت تسوية أقل كبرا وتحت تسوية أصغر لحتى نقدر نقطع. هاي أزمتنا بلبنان، أزمة نظام خلص ما بقى في مجال. نحن بدائرة مربطة ما في إلا مخرج، ما إلا إسوء. لذلك إلى جانب مصيبتنا اللي حلت، وأنا اليوم حضرت على LBC بيّل ألكسندر النجار، يعني بيني وبينك ما بقى أعرف أحكي سياسي بس سمعته عم يحكي. بتعرف أنا جد، وبس شوف الصغار عم دغري صاير بتأثر كتير تضايقت لدرجة أنه تعجز الكلمات جاد. هلأ المطروح حكومة وحدة وطنية، أنا ضد حكومات الوحدة الوطنية حتى بالفرص مجال. بعد أستاذ أمين، مش أكيد أنه هذا هو المطروح، لأنه كثرت التوصيفات هلأ. يعني لا، أنا عم بلحق رئيس جمهورية فرنسا يلي هو ممكن يقدر يساعد لأكثر من سبب، لأنه قيل أنه هو أصله بحكومة الوحدة الوطنية أنه حكومة يوافق عليها الجميع، بس بده إياها حكومة تكنوقراط. يعني عم نشوف بالصحف كل يوم في أجواء معينة. إيه، بس ليوافق عليها الجميع جاد بلبنان، ليوافق عليها الجميع على السيستم الفرنساوي، يعني بدهم يكونوا كلهم جوا. الفرنساوي بيقول ليوافق عليها الجميع، وممكن يكون نصهم برا، لأنه هونيك القوى السياسية بالأزمة بتصير قوى سياسية بالها بلبنان. نحن بالنا بلبنان، أنا ما بحب اتهم هيك اتهامات كبيرة إنه ما حدا باله بلبنان، بلا بالهم بلبنان ليبقوا فيه، ولكن بدهم يكونوا كلهم جوا ليصير اسمه وحدة وطنية. إذا بيغيب عنا أصغر مكون تطلع مش وحدة وطنية. نحن غير الناس، نحن عالم خاص وبكوكب خاص. انطلاقا من هون المسؤول النظيف بيكون عم يتعذب، المسؤول اللي عم بجرب يغير بيكون عم يتعذب كتير، وأنا متأكد أنه ما بيقدر. أنا قايل عندك أنه إذا مرمرون بالقصر الجمهوري بيصير فينا اللي صار هيك، وإذا 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 وإذا. نحن النظام هو المشكل، مش الناس، مش بعض الشخصيات النظيفة. والبلد مرق علي بكل السلطات كتير نضاف بس ما قدروا يعملوا شيء. مرق علي مش مزبوط أنه الطبقة السياسية كلها ما بتسوى، مش مزبوط. نص الجسم اللبناني مسرطن، مش كل جسمه، ولكن نص واقع بالسرطان. يعني في أزمة كبيرة يعني بتعطل كل البلد. نعم. طيب أستاذ أمير، يعني شايف حضرتك أنه الطريق نحو هذه الحكومة أيا كان شكلها مسهلة، أو يعني مسهلة بفعل الضغط الدولي، أو أنه بعد فيه يعني مطبات داخلية ممكن تأخرها، يعني بوقت نحن بأمس الحاجة لحكومة جديدة؟ ليك الضغط الدولي واضح انه بده يعمل شيء، وانا يعني ليك وقت تتعاطى، ليش تعاطت فرنسا مش غيرها؟ اذا بدها تتعاطى امريكا مباشره، ما بالزمانات قايل استاذنا الكبير معالي فؤاد بطرس، سالوه شو رايك الامريكان بدهم يعملوا هلا؟ بدري بعهد الرئيس سركيسي كان وزير خارجيه، قال لهم إذا حدا بيصير يعرف شو بدهم الأمريكان بيصير أقوى زلمة بالعالم. الأمريكان بالشرق الأوسط منحازين، ما بدها اثنين يختلفوا عليها، منحازين. عندنا مشكل وعم نطلب مساعدتهم لترسيم الحدود. ترسيم الحدود علم سوقر، لبنان معه حق مش إسرائيل، علم سوقر قطعي. ده أنا وقت كنت نايب شفت الخرائط وشفت الحدود، علم على الأكيد جاد أنه هم اللي فايتين علينا مش نحن الفايتين عليهم.
هذا بموضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية، على بموضوع صفقة القرن، في دولة قوية جدا تدير شؤون العالم ولكنها منحازة، ليست حكم عادل، منحازة. فرنسا حكم عادل، أكبر إثبات أنه حكم عادل أنه حكي مع كل لبنان، يعني أول دولة غربية تتكلم مع كل لبنان على طاولة مستديرة في قصر منصور. نعم، وهذا الشيء بس أثار حفيظة الرئيس التركي امبارح، يعني أثار حفيظة الرئيس، يعني قال فرنسا عندها مشروع استعماري بلبنان. لا، أنه لايك، ما أنا ما بدي دق بالدول، عند اختلاف الدول أحفظ رأسك، أنا رحم الله امرئا عرف حجمه فوقف عنده، ولكن كلمة الاستعمار لا تصح إلا عند اللي قالها. لك ماكسيموم انتداب، وانتداب غير مقبول، وبنرفض الانتداب، وما بدنا إلا نكون مستقلين وأحرار، ولكن بعدنا لهلأ عم نروح على أوتيل جو وعلى اليسوعية وعلى وعم نجرب نساوي سكة الحديد اللي عملوا لنا إياها. لك شو ما عملنا للانتداب، يعني تصور المستعمر عبر تاريخه يتكلم عن الاستعمار بحق غيره، ما بيجوز هيك. مع انه ما بدي فوت بصراع الرؤساء والدول، قلت لك انه انا بحكي بامور على سقفه مش على اكثر من سقفه. لا بس قرينا كثير تعليقات انه الانتداب والاستعمار كله مرفوض، بس في انتداب عطينا اللي تفضلت فيهم، وفي جهه ثانيه عطيتنا مجاعه وعطيتنا موت وعطيتنا احسنت وانت وعطيتنا ست ايار، يعني احسنت وانت قلتها يا جاد، واحسنت ومعك حق. بس كمان حتى السياسه مش بس المحليه اللبنانيه، السياسه الدوليه والاقليميه كمان متراجعه، يعني ما بقى فيه الملك فيصل. الملك فيصل بتعرف شو قايل يا جاد بموضوع القدس؟ قايل اشرف ميتة اتمناها هي ميتة في سبيل القضيه الفلسطينيه. الملك فيصل، عبد الناصر عمل 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 قوميه عربيه وعمل زعيم دول عدم الانحياز، كميل شمعون فتى العروب الأغر، فؤاد شهاب صنع لبنان، دوغول، ميتيران، نيكسون، كينيدي. نعم. يعني برأيك الضغط الدولي اللي عم تقوده فرنسا اليوم، يعني عندها أكيد واضح أنه في عندها تفويض معين، أنه لابد أن يقود إلى نتيجة. أنا برأيي إيه، وبعتذر من المحزونين اللي أنا حزنان معهم، اني متفائل بالجو السياسي شوي بالرغم من الغضب الشعبي، يعني ما يزعلوا مني لانه ايه متفائل. اول شيء لسببين متفائل، اول شيء انا متاكد وانا مش عم بمارس شعبويه، بالزمانات جبران خليل جبران قال اذا عندك راي قوله، حتى لو بقيت وحيدا امشي وضلك محافظ على رايك، وما تقول رأي تاني لإرضاء غيرك، ارضي نفسك وما ترضي غيرك. أنا متأكد بالرغم من كل هذا الضجيج أنه الإصرار من قبل رئيس الجمهورية على التحقيق الجنائي بموضوع المالي صحيح، والإصرار على الذهاب إلى القضاء، وهلأ عم يطلب من ديفيد هيل أنه يكون في تحقيق من فيدرالي امريكاني. صح، هو ديفيد هيل اعلن امبارح انه الاف بي اي رح تشارك بالتحقيقات والفرنسيه عم بيساعدوا هون وكذا، يعني بدهم. وهلا في محقق عدلي يوحي بالثقه جدا، نتيجه اللي مر علي من اصعب قضايا مرقت علي للرئيس فادي صوان، وكان شجاعا ونزيها وعادلا، هذا كثير مهم. والمجلس العدلي يرأسه رئيس نظيف الكف، وكمان تاريخه بيشهد له. انطلاقا من هون تفائلوا بالخير تجدوه. ما بيجوز كمان بيقول لك بالرغم من كل اللي صاير، مهما تشتد الشدائد الحق لابد عائد، ما في بحث اصلا. كل بحث. الاسماء اللي سميتهم حتى المحقق العدلي وكل المعنيين بالتحقيق، اي تقصير بعتقد انه ما راح يكون في سكوت لا من رئيس الجمهوريه ولا من يعني اهالي الشهداء ولا من الشعب اللبناني ككل. يعني هلا الكل طبيعي بس يعني. كمان طبيعي، بس جاد بدنا ننتبه، انا كمحامي هلا عم جاوبك. نعم. لا يعني انت قلت ما في سكوت من رئيس الجمهوريه، مزبوط، ولكن الصلاحيه المباشره صحيح. القاضي هو ملك ملفه، ما في حدا فوقه. لك شفت هلا فادي صوان رئيس مجلس القضاء الاعلى مش فوقه، هو ملك ملفه،
القاضي السلطة القضائية هي اللي بتحاسب كل الناس. هلأ إنقاذ لبنان يقع على عاتق السلطة القضائية. بداية الخطوة الأولى نحو الإنقاذ هي مع القضاء. القضاء المصري بالأمس أنقذ مصر. تشرشل وقت اللي كان عم تنقصف لندن وعم بتطير قال لهم القاضي عم بيروح على مكتبه قالوا له إيه، قال لهم بريطانيا باقية. إن السلطة القضائية اليوم هذا وقتها. والقاضي الأول اللي هو رئيس جمهورية مانحة. هلأ كل القوى السياسية إذا إمين رحمي قاضي بيقولوا فإذا بيعتوا الرئيس، وإذا فلان قاضي بيعتوا الرئيس الحكومة، وإذا فلان الثالث قاضي بيعتوا بدنا نوقفها هيدي. هذا القاضي ما حدا بيعته هلأ. ما في عنا مضبوط السلطة القضائية تأثرت فسادا للأسف الشديد، ومع حق وزيرة العدل وقت قالت هناك قضاة فاسدون وليس جسم القضائي كمان معها، ولكن التعبير أتى أنه بس يكون في نسبة كبيرة بالفساد بينضرب المجلس القضاء بينضرب الجسم القضائي. هلأ في صحوة فلنذهب وراء هذه الصحوة رحمة بهاي الصغيرة نجاة، رحمة بكل اللي راحوا بالمدور وبالأشرفية وين ما كان. نعم. براس بيروت. أستاذ أمين، اليوم السيد حسن نصر الله شو رح يقول للبنانيين؟ أنا ما رح فوت بموضوع الإمارات وإسرائيل إذا رح يحكي عنه أو لا، بدنا نحكي عن الموضوع اللبناني فقط. يعني اليوم شو اللي رح يقوله برأيك؟ أنا أتمنى عم نحكي كقراءة تحليلية يعني. جاد أنا أتمنى من كل قلبي وأطالب جميع اللبنانيين ألا يحكموا على الشخص الذي يتكلم، أن يحكموا على الكلام الذي يخرج من فم الشخص. يعني أنا ضد مثلا أنا إمير رحمة ضد لنقول حدا ضد وليد جنبلاط، بيحكي وليد جنبلاط كلام مرتب بيقولوا لا هذا مش مرتب لأنه طالع من وليد جنبلاط، بيحكي سمير جعجع كلام لا هذا ما بيسوى لأنه طالع من سمير جعجع، بيحكي جبران بسير هلا رح أسألك عن سمير جعجع بعد شوي. اسألني عن مين ما بدك، أنا مع تشوفوا اللي عم يحكي شو قال مش مين عم يحكي. نحن هلأ ببرج بابل اللبناني نتطلع من يتكلم ولا نتطلع ماذا يصدر من كلام. ما بيجوز بقى نعمل فورغون كونكلوجن يعني أحكام مسبقة إنه خلص هذا عم يحكي ما هذا هذا خارب الدنيا. بيحكي السيد حسن نصر الله كلام مرتب ثلاث الناس كلها بتقول الناس اللي ضده لا 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 هذا كلام غلط. بيحكي من تاني مايل مثلا الدكتور جعجع يا خيي حتى احكي ناين قبيل بعضهم بيقوم الفريق الثاني كمان نصه لا هذا كلام غلط. فلنذهب وراء ما يصدر عن القطب السياسي او الشخصيه السياسيه. انا الاوان لانه هاي بنساعد حالنا لانه ما بيجوز نضل بهذا الهرج والمرج ما بيجوز. استاذ أميل يعني امبارح الرئيس بري حكي عن مؤامره كانت تستهدف المجلس النيابي اللي هو شغلته يحاسب الحكومه، واذ بالحكومه المستقيله جربت تحاسب مجلس النواب. ما عم ببالغ كان الرئيس بري لما حكي عن مؤامره؟ شو مؤامره؟ انا بقول كان بدا عاده الرئيس بري بيعرف يدوزن. انا كان بدا اصلا النواب اللي استقالوا ما لهم خصه بالمؤامره. الرئيس بري كان عم يحكي عن مشروع رايح لتفاهم كبير يشل المجلس. يعني 50 نائب استقالوا بيشل المجلس. كان لازم له بعد جمله للتوضيح يلي هي انه هلا هو مثلا هو يعرف مش ما بيعرف لانه موجود بالحدث. انا اللي ما بعرف بس اللي قالوا عن مؤامرة إسقاط المجلس هي عم بيحكي قوة سياسية مش عم بيحكي نواب أفراد. نعم أنا متأكد منها. النواب الأفراد اللي انزعجوا حقهم ينزعجوا بس مش بمحلها لأنه مش مقصودين. اللي استقالوا شخصيات حست. والدليل هنري حلو عند وليد جنبلاط استقال ووليد جنبلاط ما استقال. يعني فاذا هنري حلو نتيجه نشأة ببيته ما هذا ابن بيته. وليد جنبلاط مش نايب بس انه قصدك يعني كتلته بقيت نواب الكتله. بعرف مش نايب. نعم نعم لا بس احسن ما وبعرف انه مش بس كتلته هذا وليد جنبلاط خيي. حب بحكي عن زعيم بيقدر يدير الامور بسهوله هو على الريموت كنترول.
عم بحكي عن 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 الدكتور سمير جعجع اللي عنده 15 نائب واكثر من 15 نائب عنده حضور على على المستوى ولو معروف صار هودي ما بدهم تفسير بقى جاد للناس لاخر الناس ما بدهم تفسير. نعم في 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 ست سبع شخصيات بلبنان بيديروا الامور. اوكي بس السؤال يعني اخر شيء الرئيس بري حكي عن مؤامره عم تقول انه عم يحكي عن مؤامره يعني لو القوى الكبرى كلها فاتت بموضوع الاستقالات وانه مش قاصد النواب اللي استقالوا كافراد. طيب النواب اللي استقالوا كافراد وحزب الكتائب شو حققوا من الاستقاله؟ يعني يمكن تقول لي انه لا موقفهم صحيح وموقف مبدئي وحقهم بس لا انه لا سياسيا لا لا شو حققوا؟ لا 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 انا مش من ليك انا بعدني بكرر اللي قلته عندك. انتخابات من سنتين هلا الشارع يا يلي انا كنت اقول شبوهن هالناس ما بيتحركوا لانه الوضع ما بيزبط تحركوا بس ما عندهم هالناس عندهم اثنين محلين ليطلعوا منه او بينطروا للانتخابات لانه اي انتخابات مبكره هي انتخابات 2022. اي فريق سياسي عم يحكي عن انتخابات قبل 2022 هو يعرف تماما انه ما في ويعرف تماما انه عم يعمل شعبويه. اي فريق خذها مني حتى لو اقروا بالمجلس على انتخابات مبكره هي هات 2022 كمان هي هات. لذلك في خطر تمديد يعني؟ لا 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 ما بيقدروا هالمره حتى لو في فورس ماجور تسمح للتمديد ما بيقدروا. نعم. مش وارده. فاذا لا حزيران 2022 ربيع 2022 هذه الثوره اذا قادره تنطر لانه منا شيء اذا قادره تنطر ولازم تنطر مفروض ثورتها تتحقق بال 2022 بالانتخابات. بس هون في اشكاليه قانون الانتخاب والمشكله يلي مطروحه حوله بيرجع بيقول القانون الحالي وليد جنبلاط بيقول قانون خارج القيد الطائفي وما بينهما مواقف متعدده. جاد مزبوط بس خليني اكمل فكرتي. تفضل. ليك جاد حبيبي مزبوط. اي قانون أسوأ قانون بيكون قيمته ثانيا مش اولا بالتغيير لانه اي قانون ما بيدق بالمواطن الثائر كيف بينتخب بالصندوقه. اي قانون شو ما كان يكون هلا اي قانون شو ما كان يكون بالثانية قلت ايه بضل يجيب للسلطة اللي عم تعمله بضل يجيب شوي زيادة اصوات. لذلك هاي حجة القانون وما قانون بدهم يطلعوا منها لانه السائر ما بيأثر علي القانون حتى لو السلطة عملته لانه بالصندوق السلطة ما بيعود لها دور. نعم. والسائر لازم يكون سائر ولازم ينبسط انه عملوا له قانون سيء ليقوضوا له عزيمته وما تتقوض عزيمته والا بيكونوا عم يتسلوا. نعم. استاذ امين تبقى معنا شوي على الهواء بس لانه عندي بعد ثلاث اسئله لإلك لحضرتك. نعم. بس بدي ارجع شوي على الاشرفيه مع زميلتنا ريما حمدان وبنرجع لك. ريما رجعنا لك مجددا. نعم نعم تفضلي. مثل ما عم بقول لك عمليات إزالة الزجاج والجيش اللبناني لا يزال يعمل بالأشرفية وبمختلف الأحياء الداخلية إلى جانب أيضا الأستاذ روبير الأبيض رئيس المجلس الأرثوذكسي اللبناني الأرثوذكسي. أستاذ روبير يعطيك العافية يعني نعرف أنتم عم تشتغلوا إلى جانب أهالي الأشرفية اليوم كيف بتقيموا الوضع على الأرض اليوم شو هي الأضرار الباقية عم نشوف أنه تقريبا في هناك تقدم بمسار العمل. أول شيء بدي هني الجيش اللبناني وننحني أمام تضحياته واليوم عم يثبت مرة أخرى أنه الوحيد القادر أنه يكون عنده ترابط مع هالشعب. الشعب اللبناني لديه مشكلة مع السياسيين الحاليين عليهم الرحيل كلهم. الاستقالة كانت للحكومة اللي امبارح مهمة ولكن اليوم أنا عملت بيان وطلبت المجلس النيابي أن يستقيل كله. طيب اليوم
الحل هو الفراغ يعني اليوم إذا استقالوا اسمعني شوي بس سؤال بنطرحه يعني دائما هناك طروحات للاستقالات الجماعية إلى ما هنالك اليوم إذا الكل استقال وقعد ببيته مين بده يتحمل المسؤولية مين اللي بده يشتغل على الأرض أي سلطة تنفيذية بده يشتغل على الأرض يعني هل هو الحل الفراغ ونروح لفوضى ونحن بأزمة أو الحل اليوم تحمل المسؤولية يا أختي في مشكلة الشعب اللبناني ما بقى عنده ثقة مع هالطبقة السياسية بس في أزمة أزمة كبيرة واللي عم تدفع حقها بيروت وأنا ابن المنطقة وأنا تضررت كمان والمشكلة اللي صارت اليوم المشكلة عدم الثقة بين الشعب وهالحكومة وقت الحديث السياسي هلأ بظل هالأزمة مش حديث سياسي حديث تغييري للطبقة السياسية لازم نغير ما بقى فينا اليوم ننطر أي نايب قاعدين على كراسيهم 35 دولة نزلت على الأرض وهن بعده واستحليت واحد منهم يقدم دعم للشعب استحليت مجلس النيابة يطلع بشي دعم لهالمنكوبين لهالأضرار بس من اليوم الجيش اللبناني يعني خلينا نكون نوضح لأنه معلش خليك معي خليه عم نتناقش الفكرة أنه اليوم في أطر وفي هيئات تنفيذية هي اللي بتقدم الدعم على الأرض لوجستيا وعسكريا اليوم شغلة مجلس النيابة يقدم دعم أو شغلته يشرع اليوم كمان ما فينا يعني في صلاحيات معينه بعدين يعني مع احترامي لك بس انه في عدد من نواب على المناطق اللي هن نزلوا على الارض وانتم ما شفتوا ما شفنا حدا منهم وانا مرشح كنت مرت الماضي على الانتخابات وما نجحت لاني مستقل ما كنت باي حزب ما كنت باي طرف ليه لاني مستقل انا اللي عم بقوله اليوم الانتقال لموضوع السلم وانهاء الازمه اولا أنا قلت الحكومة العسكرية التكنوقراطية لمدة سنة لترجع إعادة الهيبة الدولة لأنه الشعب ما بقى يقدر يوثق بهالدولة انتخابات مبكرة خارج قيد الطائفة بس كيف بدها تصير على أي قانون فيها أنتم كلقاء كمجلس أرثوذكسي خارج القيد الطائفة طبعاً أنا فوق المسيحيين اليوم في كثير عالم عنده علامة استفهام أنه اليوم إذا نحن عملنا خارج القيد الطائفة أنه رح في أقليات طائفية رح تدوب يعني رح يبطل إلى وجود أبداً خليني أكمل الشرح اللي أنا هبقلكي خارج قيد الطائفة يعني بمعناتها عبر المحافظات القانون النسبي قبل قانون غازي كنعان وقبل قانون الآخر واحد التفضيلي صوت التفضيلي لذلك الانتخابات المبكرة على خارج قيد الطائفة على أن يصار مباشرة إنشاء لمجلس شيوخ وهنا تنضم كل الطوائف بهذا المجلس شيوخ وهي التي تضع استراتيجية للدولة ومن خلالها تمام إعادة إصلاحات وبعد الإصلاحات العمل اللامركزي الإداري الوحيد اللي تنقذ وتحاسب أي واحد لأنه اليوم المليارات وين إنه إجتنا الكورونا إجتنا المصارف إجتنا الاقتصاد وجينا الضرب القاضي اليوم لما عاش الناس معها مصاري وعملوا قصة المنصة شو هالمنصة يضحك على الناس بعدين شو هالنكتة اليوم انه عم تركتونا ورا الدولار انا بخطي حاكم مصرف لبنان انا كرمته لحاكم مصرف لبنان كمجلس ارثوذكسي وعم نندم اللي كرمناه بتعرفي ليه لانه كانت العملية هي ضمن فئة مصارف اللي هي عم تحافظ على الدولار ما عم تحافظ على العملة اللبنانية وين عملتنا اليوم ديما اذا ممكن نحن نتابع الشعب الشباب هول الدجاج وبندعي له 100 دولار احوارية باستوديو هون اهلا وسهلا فيه شكرا هلا بنرجع لك بعد شوي لان ناطرنا استاذ امير رحمي على الخط وبندعي لا قولي له للاستاذ روبير انه نحن اهلا وسهلا فيه باي وقت بيريد على الهواء على الاو تي في بنحكي سياسه لا بدنا نكمل الجوله على الارض بالاشرفيه استاذ امير رجعنا لك ايه اهلا فيك نعم كان عندي بعد يعني كنا سالتك عن شو رح يقول شو في بالاشرفيه زميلتنا ريما عم تعمل جوله بالمنطقه الجيش اللبناني عم بيزيل الانقاض والى اخره يمكن مش عم تحضر تلفزيون حضرتك لا انا قاعد برا لا مش عم بحكي نعم كنت سالتك انه شو رح يقول السيد حسن نصر الله اليوم للبنانيين يعني بالموضوع الحكومه شو الطرح اللي رح يقدمه بقراءتك اذا كان رح يحكي عن الحكومه هلا هو اليوم المناسبه ذكرى الانتصار بحرب تموز ليك بدك تاخذ وتقرا للمشاهدين هلا بيان كتله الوفاء نعم. اللي طلع كان في تماهي رائع جدا مع الفرنسيين من قبل حزب الله يعني عم بيقول حزب الله عبر نوابه امبارح وانا برايي هذا رح يضل مكمل فيه السيد حسن انه اللي عم بي الاداره
اللي عم بتقوم فيها فرنسا هي إدارة عادلة وواقعية ومطلوبة، لأنه في يعني في نوع من موافقة عم بتصير نوعا ما جماعية بلبنان على الدور الفرنسي اللي لاقت مظبوط كأنه عايش بلبنان، واقعية الأرض اللبنانية، إبعاد لبنان من الفتن والوصول إلى 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 حكومة يفتح المجتمع الدولي على لبنان، ونحن بحاجة ماسة لهذا الانفتاح. هذا اللي حيقوله بالموضوع اللبناني. أما المواضيع الأخرى لا أعرف، يعني ما لا أعرف. اليوم برأيك الحل هو عودة سعد الحريري لرئاسة الحكومة؟ ما بعرف الشخص اللي لازم يعود. هلا إذا بدهم يدوروا على 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 القادرين في لبنان، القادرين معروفون من هم قادرون. هلا القادرون مرفوضون من الأرضية اللبنانية، إيه المنظومة السياسية مرفوضة، ولكن نحن المشكلة اللبنانية العويصة جدا إنه المرفوض قادر والمش مرفوض مثل ما يمكن يصير في مثل ما صار بدولة حسان دياب. نعم. وهي مشكلة، هاي مشكلة لبنانية. والمشاكل اللبنانية برأيي بس يوصلوا كلهم على طاولة الرئيس ماكرون كمان يمكن يهج، يمكن يستقيل من رئاسة الجمهورية الفرنسية كمان، يقول بركي بيجي حدا غيري بيعرف أكثر، لأنه عندنا مشاكلنا من الصعب حدا يحلها. أنا برأيي في سيدة بشويت فيها تحلها، بس يعني بدها عجيبة. أنا هذا صرت أعرفه داخل التركيبة اللبنانية، تركيبة عويصة جدا، نظام مسكر مقفل غير مقبول. بس يعني في كتار توقعوا من بعد زيارة الرئيس ماكرون أنه رح ينفتح الباب أمام إعادة النظر ببعض يعني تما نقول تعديلات دستورية ببعض يعني الأمور المقفلة بالنظام اللبناني، بس لهي الأمور رايحة مش بهالمنحة، يعني رايحة بمنحة أنه بالنظام الموجود. لك بدي يكون قاسي بجواب. نحن بلبنان عنا أزمتين، أزمة النظام حكينا عنها كتير، وعنا أزمة الرجالات لستيل سلوم. نعم. عنا أزمة، يعني نحن بالزمانات وقت النواع بمأزق كتير كبير مثل وقت مأزق 17 أيار، من أتى على رأس الحكومة؟ رشيد كرامي. إيه لقي لي رشيد كرامي اليوم؟ وين بتلاقي رشيد كرامي؟ في مأزق قديم صعب سليم. إيه لقي لي أنا صعب سليم؟ وين بدك تلاقي؟ في يعني نحن بمأزق كبير، بتلاقي فؤاد بطرس، بتلاقي شارل مالك، بتلاقي جوزيف شادر، بتلاقي بالقضايا المالية، بتلاقي يعني عندنا مأزق كبيرة. بدنا نعترف انه عندنا مأزق على كل المستويات. سؤال الأخير أستاذ أميل اليوم. لا ما بدي الأخير، مبسوط فيك. قول. لا ما لنشوف، يمكن يرجع يفتح لنا باب على أسئلة تانية. بس البطرك الراعي يعني بيقول أنه يعني طبخة دولية لا تصب في مصلحة لبنان، ليش هذا القول؟ هذا قالوا اليوم؟ نعم اليوم قريته أنا مثلا بجريدة الشرق. ما بعرف الطبخة الدولية شو ممكن يكون عنده مخاوف البطريرك؟ أكيد الراعي. أكيد عنده ليك مش لإني مروني. معقول يكون لأنه هو عم بيفتش على حل جذري أكتر وشايف الأمور رايحة بمنحة أنه تسوى كله مقلاك. اللي بعرفه أنا بالبطرك الراعي وبكركي أنه تتطلع في كل ما تقوله بالمبنى والمعنى لمصلحة لبنان العليا في لكل اللبنانيين وليس للموارنة فقط. هذا اللي بعرفه. أما أني مدرك ماذا يحدث في الديمان أو في بكركي، كلا، لأنه ما عم كون، وهذا تقصير مني لأني ما عم كون قريب ما يحدث في ردوهات بكركي. ما دعيك البطريرك الراعي اليوم على استقبال ديفيد هيل؟ لأن دعي عدد من الشخصيات ليشرحوا موقفه من الحياد. أنا إذا ما دعيني بعد برحالي موجود، لأنه بكركي هي مصدر وحي إلنا، ولا ما دعاني، والمدعوين هن اللي بيتعاطوا مع مدنيين من الشخصيات اللي بتتعاطى مع بكركي، بعتقد هيك. نعم شكرا لك أستاذ أمير رحمة على هالمداخلة. مشاهدينا فاصل ونرجع منتابع حلقة حوار اليوم.
عودة إلى حلقة حوار اليوم. بينضم لنا بهذا الجزء مباشرة عبر سكايب الباحث السياسي والخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين. دكتور يمين صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور لك وللمشاهدين أستاذ جاد. مثل عادة منلجأ لك لبعض لاستضاح بعض النقاط الدستورية والقانونية اليوم والقضائية حتى اليوم. يعني الناس يعني بهمها تعرف يعني موضوع التحقيق بجريء أو بانفجار المرفأ. صار في لغط حول موضوع تعيين المحقق العدلي. آخر شيء عين محقق عدلي بهذه القضية. أول شيء ليش برأيك صار اللغط بالأساس؟ وثانيا المسار من اليوم وطالع كيف يتجه بهذا الموضوع؟ وبعد إضافة بس إذا بتسمح، لأنه كمان أضيف إلى اللغط موضوع أنه أول ما استلم المحقق العدلي كان يفترض اليوم أنه يكون في استماع لوزراء سابقين، وزراء أشغال، ولم يتم هذا الأمر. أولا فيما يتعلق بإحالة الجريمة على المجلس العدلي، فتمت وفقا للأصول من خلال قرار اتخذ في مجلس الوزراء، ولا سيما أن الجريمة هي من بين الجرائم التي نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على إمكانية إحالتها على المجلس العدلي، تاركا الأمر بصورة استنسابية لتقدير مجلس الوزراء، وهذا ما حصل. وبحسب أيضا أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية يفترض أن يتم تعيين محقق عدلي للنظر في الجريمة عندما تحال على المجلس العدلي. ولكن بس دكتور يمين بدي أشير إلى أنه عم نشوف في الجزء الثاني من الشاشة نقلا عن الجديد جولة وزيرة الجيوش الفرنسية على مراكز المساعدات اللي عم تقدمها دولتها للبنان، وهي كانت من بعبدة أعلنت أنه رح تروح على المرفأ لمتابعة هذا الموضوع. نعم تفضل. إذن بما أن تعيين محقق عدلي للنظر بالجريمة المحالة على المجلس العدلي يتم بحسب أحكام القانون من قبل وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، الأمر الذي يعني أن هناك مرجعين يجب أن يتفقا على قرار التعيين، أي وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى. فلذلك وبما أن العملية تتم بالتوافق بين هاتين الجهتين، يحتمل في كل مرة أن يحصل ترشيح أكثر من اسم من قبل وزير أو وزيرة العدل لمجلس القضاء الأعلى حتى يوافق مجلس القضاء الأعلى على اسم معين، فيصدر عن وزيرة أو وزير العدل قرار التعيين. ويتبين مما حصل في الساعات الماضية أن وزيرة العدل اقترحت أكثر من اسم قبل أن يحظو أن ينال الاسم الأخير، أي الرئيس فادي صوان المشهور بأخلاقيته وبعلمه، الموافقة من قبل مجلس القضاء الأعلى، ومن ثم أصدرت وزيرة العدل القرار بتعيين. أما فيما يتعلق بالإجراءات، فبما أن المحقق العدلي قد تم تعيينه، أصبح اليوم الملف بموجب ادعاء يصدر عن النائب العام التمييزي الذي يعتبر نائبا عاما لدى المجلس العدلي حكما، ادعاء لدى المحقق العدلي لتسير الأمور بموجب الادعاء الذي تم من قبل النيابة العامة التمييزية لدى المحقق العدلي، حيث يتولى المحقق العدلي إجراء التحقيقات ويكون له أوسع الصلاحيات، ويكون له إصدار القرارات حتى من دون العودة إلى النيابة العامة، وقراراته تكون نهائية فيما يتعلق باختصاصه، وصولا في نهاية المطاف إلى طلب مطالعة النيابة العامة قبل أن يصدر المحقق العدلي قراره، فإما يمنع المحاكمة وإما يتهم ويحيل على المجلس العدلي. فإذا منع المحاكمة تتوقف القضية هناك، وإما إذا قرر الاتهام فبموجب مضبطة الاتهام التي يصدرها بحق الأشخاص
الذين تم الادعاء عليهم من قبل النيابة العامة أصلا، أو هو يستطيع وقد خوله القانون الادعاء أيضا على أشخاص لم يشملهم ادعاء النيابة العامة الأصلي. فبموجب قرار الاتهام عندما يصدر عن قاضي التحقيق العدلي يحال المتهمون على المجلس العدلي حيث تجرى المحاكمة أمام المجلس العدلي. هذا المجلس الذي يتألف من الرئيس الأول، أي الرئيس الأول لمحكمة التمييز، ومن 4 قضاة من محكمة التمييز، تكون المحاكمة لديه محاكمة لمرة واحدة لدرجة واحدة، بمعنى أن قراره لا يخضع لوسائل الطعن، أي لا يخضع للاستئناف ولا للتمييز، إنما يمكن إجراء أو طلب إعادة المحاكمة أمامه، وبالتالي قراراته مبرمة وباتة ونافذة. دكتور يمين، اليوم ماذا يعني مشاركة خبراء فرنسيين وخبراء من الولايات المتحدة من FBI تحديدا بالتحقيق، وأين يصب هذا الموضوع بدعم نزاهة التحقيق والوصول إلى خلاصات واضحة؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أستاذ جاد، أعتقد أنك سألتني أيضا عن مسألة استدعاء الوزراء، وزراء الأشغال نعم. السابقين نعم صحيح، أنه اليوم كان يفترض يتم الاستماع لهم ولم يتم هذا الأمر. صحيح، هنا أود أن أوضح أن المادة الدستورية تعطي للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء حق محاكمة الرؤساء والوزراء، وهنا أقصد رؤساء الحكومات والوزراء، من باب الصلاحية الاختيارية، بمعنى أن المادة الدستورية تنص حرفيا على أن، وتحديدا المادة 70 من الدستور تقول لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم. هذا النص فسره بعض الفقهاء وبعض الاجتهاد على أنه صلاحية اختيارية، وأنا أؤيد هذا التفسير، لأن العبارة أتت بصيغة لمجلس النواب، بمعنى أن مجلس النواب يستطيع أن يتهم الوزراء ورؤساء الحكومات بالخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات الوظيفية، بمعنى أن هذا حق لمجلس النواب ولكنه ليس صلاحية حصرية. وهذا الأمر يقود إلى الاستنتاج بأنه فيما لو لم يتحرك مجلس النواب ويمارس هذا الحق الاختياري له باتهام الوزراء ورؤساء الوزراء، يستطيع ذاك القضاء أن يتحرك. ولكن هذا التفسير ليس محسوما لدى الاجتهاد، وهذا المنحى لم يعد غالبا لدى الاجتهاد، لذلك علينا أن نتوقف عند الرأي الذي سيعتمده المحقق العدلي ومن ثم المجلس العدلي في تفسير المادة 70 من الدستور. فإذا اعتبر المجلس العدلي وقبله المحقق العدلي أن صلاحية ملاحقة الوزراء ورؤساء الوزراء سواء السابقين أو الحاليين منوط حصرا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والاتهام أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب النص الدستوري يحتاج إلى اتهام يصدر بأغلبية 2/3 من أعضاء مجلس النواب، أي 86 نائبا من أصل 128، فعندها لن يعمد المحقق العدلي ومن ثم المجلس العدلي إلى اتهام ومن ثم محاكمة الوزراء ورؤساء الوزراء. أما إذا اتخذ المحقق العدلي ومن بعده المجلس العدلي التفسير الذي قلت عنه آنفا، أي أن صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هي صلاحية اختيارية، فيما لو مارس مجلس النواب هذا الخيار وقام بالاتهام، ولكنها ليست صلاحية حصرية بحيث أنه لا يمنع على القضاء أن يتحرك إذا تقاعس البرلمان عن الاتهام، إذ ذاك
سنرى أن المحقق العدلي إذا رأى من موجب للاتهام سيتهم إما رؤساء وزراء وإما وزراء، ولكن التأجيل الذي حصل اليوم ليس مفهوما لغاية الآن، ما إذا كان تأجيلا تقنيا بغاية تحضير الملف في ضوء التعيين الذي حصل في الساعات الأخيرة للمحقق العدلي، أو أنه إلغاء بالمطلق للاستدعاءات بضوء تفسير القائل بعدم جواز الملاحقة إلا أمام المجلس العدلي إلا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فيما خص رؤساء الوزراء والوزراء، مع الإشارة أن مجرد الاستدعاء بحد ذاته لا يعني بالضرورة الاتهام، فقد يكون استدعاء على سبيل جمع المعلومات وعلى سبيل الاستئناس وعلى سبيل استكمال الملف من دون أن ينطوي بالضرورة أو أن ينتهي إلى ادعاء ومن ثم اتهام، وقد يقود الاستدعاء في ضوء ما قد يدلي به الوزير أو رئيس الحكومة سابقا أو لا أو حاضرا إلى ادعاء ومن ثم اتهام ومحاكمة. نعم، بعيدا عن موضوع يعني التحقيق بانفجار المرفأ دكتور يمين، لنحكي شوي عما يطرح اليوم بالموضوع السياسي بضوء البحث عن تشكيل الحكومة اليوم. بس قبل خليني أسألك عن اللي صار امبارح بمجلس النواب، يعني موضوع قبول استقالة عدد من النواب، وبالتحديد موضوع اللي صار مع النائب السابق، صار فينا نقول مروان حمادة، يعني ليش أصر الرئيس بري على حضوره إلى الجلسة للبت بأمر عودته عن الاستقالة بالأول، ولما لم يحضر عاد وقبلها؟ يعني بالنظام الداخلي لمجلس النواب وبالدستور أين يصب هذا الموضوع؟ يعني بالواقع في أكثر من نقطة أستاذ جاد، بس إذا بتسمح لي لأنه يمكن غفلنا كمان موضوع سألتني عن المحققين الدوليين قبل بلحظة والأسئلة يعني عم تتزاحم، بس أشير أنه المحققين الدوليين اللي عم بيشاركوا بجزء من التحقيقات عم بيشاركوا تحت مظلة القضاء اللبناني، وهذا لا يعني أن التحقيق انتقل إلى القضاء الدولي أو أن التحقيق خرج عن سيادة الدولة اللبنانية. من حق القضاء اللبناني الاستعانة بخبرات دولية، ولكن تحت إشراف ومظلة القضاء اللبناني، ولبنان متمسك باستمرار التحقيق لدى القضاء اللبناني انطلاقا من تمسكه بسيادة الدولة اللبنانية ورهانه على القضاء اللبناني، خصوصا أنه تجارب التحقيق الدولي والمحاكمة الدولية لم تكن مشجعة اطلاقا، وتجربة التحقيق اللي قام فيه ديتليف ميلس بلجنة التحقيق الدولية ايام اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري لم تكن مشجعة اطلاقا، حيث تم سجن 4 ضباط ومن ثم إطلاق سراحهم بعد أكثر من سنة ببراءة، وبالتالي كانت التحقيقات أخذ منحة رجعت أخذت منحة آخر ولم تكن تحوز المصداقية والجدية اللازمة. أما الاستعانة بخبرات دولية أمريكية وأوروبية وروسية وتركية فبطلب من لبنان وتحت إشراف القضاء اللبناني، فهذا أمر مطلوب. بكل مرة بيكون في نقص فني أو تقني أو عندنا حاجة إما بسبب التجهيزات أو الخبرات أو العلوم لمزيد من التقنيات أو المعلومات أو الخبرات بموضوع كتير صعب بانفجار كارثي حصل معقد جدا، فهذا أمر مرغوب فيه. بكل مرة بيزيد وبينور التحقيق وبينور القضاء وبينور الأجهزة، ولكن من دون أن يمس السيادة اللبنانية أو يحل محل الأجهزة اللبنانية والقضاء اللبناني. أما نعم، بالعودة لموضوع الاستقالات، بموضوع الاستقالات بحسب المادة 16 و17 و18 من النظام الداخلي لمجلس النواب، النائب يستقيل بموجب كتاب خطي يقدمه إلى رئاسة البرلمان، والاستقالة تعتبر نافذة بحيث لا يستطيع النائب المستقيل من بعد التراجع عنها، وقت لما بيقوم رئيس مجلس النواب بتلاوة كتاب الاستقالة أمام الهيئة العامة لمجلس النواب في أول اجتماع بتعقده الهيئة العامة بعد ورود كتاب الاستقالة، ولكن يشترط حتى
تكون الاستقالة قائمة ونافذة بعد تلاوتها من رئيس البرلمان، أنه ما تتضمن ولا شرط ولا قيد. يعني ما بيقدر يقول النائب أنا بستقيل إذا صار كذا أو ما صار كذا، أو أنا برجع عن استقالتي إذا صار كذا. أي استقالة مربوطة بقيد أو شرط تعتبر. نعم دكتور يمين، بس بدي أشير أنه عم نشوف صور لقاءات ديفيد، لقاء ديفيد هيل أو زيارته لبيت الوسط واجتماعه مع الرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة السابق. نعم. أما بموضوع استقالة النائب السابق مروان حمادي، فبكتاب استقالته أعلن عن استقالته بدون قيد أو شرط، ولكن تضمن كتاب الاستقالة في خاتمته تمني على زملائه بالمجلس النيابي بوقت كتاب الاستقالة، لأن يعني بعد ما كان صار نائب سابق كان بيقدر يستعمل كلمة زملائي، أنه يشتغلوا على موضوع التحقيق الدولي أو شيء من ذلك يعني. ولكن هو مجرد تمني على زملائه، ما كان له علاقة باستقالته أو بمعنى رابط استقالته بشرط أو بيستعد يتراجع عن استقالته بشرط. ولذلك الاعتراض أو التحفظ اللي حصل فيما يتعلق بتلاوت كتاب استقالته وأنه هيدي العبارة تعتبر شرط تجعل من الاستقالة باطلة، أنا برأيي ما كان بمحله وما كان في لزوم لهالضجة. هلأ الرئيس بري حسناً فعل بأنه ما قبل ياخذ بالاعتراض إلا إذا بيجي النائب السابق وبيتراجع عن استقالته على البرلمان، وهيدا كان تدبير حكيم من الرئيس نبيه بري، لأنه مجرد ورود العبارة اللي حكيت عنها ما بيشكل شرط وما بيلغي الاستقالة، وحسناً فعل أنه بالآخر اعتبر الاستقالة بعد تلاوتها قائمة ونافذة، لأنه مجرد ما قدمها خطياً وتمت تلاوتها بالبرلمان ما في مجال للاجتهاد بمعرض النص الصريح، أصبحت نافذة وقائمة، والعبارة اللي حكيت عنها لا تشكل لا قيد ولا شرط على الاستقالة. نعم، بالنسبة للحكومة يعني اليوم يعني هناك حديث كثير عن أشكال متعددة من الحكومات التي يمكن أن تشكل دستوريا، ما هو الدستوري وما هو غير الدستوري من كل هذه الطروحات؟ طبعا بريد شير قبل أنه خلال مهلة شهرين بحسب المادة 41 من الدستور من لحظة حدوث الشغور خلال مدة شهرين مفروض تحصل انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب بنتيجة الاستقالات. أما بموضوع تأليف الحكومة فبالواقع ما في نصوص صريحة تحدد معايير مباشرة لتأليف أو شكل أو صيغ الحكومات، ولكن إذا بدي يعني راجع مجمل أحكام الدستور بستنتج أن هناك ثلاثة معايير لتأليف الحكومات، وذلك من روحية النص ومن النصوص ومن تفسير هذه النصوص. أما المعيار الأول أستطيع أن أستنتجه من المادة 95 من الدستور اللي بتتحدث عن أنه بالمرحلة الانتقالية قبل تجاوز الطائفية تمثل الطوائف بصورة عادلة في تأليف الوزارة، وهذا المبدأ أي تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تأليف الوزارة بقراءتي وقراءة كثيرين لا يعني فقط العدالة من حيث العدد، يعني لا تكفي المناصفة بين المسيحيين والمسلمين بحسب العرف القائم ولا التمثيل النسبي بين المذاهب في كلا الفئتين حتى نقول أنه التمثيل عادل، لأن التمثيل عادل يجب أن يقاس أيضا إلى جانب العدد اللي حكيت عنه من خلال نوعية الوزراء، مع الاحترام لجميع النوعيات ولجميع الوزراء، إنما أقصد من حيث الصفة التمثيلية، بمعنى أنت ما فيك تجي تمثل الطائفة السنية مثلا الكريمة بصقور لديها، بمعنى يمثلون الأكثرية السياسية لدى الطائفة السنية، وتمثل الطائفة الأرمنية بمن يمثل الأقلية لدى الطائفة الأرمنية. هون ما بيكون في تمثيل عادل بين الطوائف إلا إذا أكثرية سياسية بطائفة معينة هي قررت الاعتذار عن التمثل. لذلك إذا مثلت الصقور
بطوائف معينة، عليك أن تمثل الصقور في جميع الطوائف إلا لدى الطائفة التي اعتذرت عن المشاركة. وإذا مثلت الوسطيين بمعنى أنه صف ثاني يجب أن ينسحب ذلك على الجميع، وإذا مثلت الحمائم بمعنى من يمثلون التكنوقراط يعني راضين عنهم بطوائفهم ولكن هن منن صقور أو منن منتسبين لأحزاب تمثل الأكثرية السياسية في طائفة، فيجب أن ينسحب ذلك على جميع الطوائف سواء على مستوى رئيس الحكومة أو الوزراء. بذلك أنت بتكون فعلا راعيت تمثيل الطوائف بصورة عادلة بحسب مقتضيات المادة 95 من الدستور، ما دمنا لا نزال في المرحلة الانتقالية قبل تجاوز الطائفية في النظام اللبناني. لذلك بما يتعلق بالمادة 95 من الدستور، إما بيتمثل الأقطاب رئيساً وأعضاء لدى جميع الأكثريات السياسية التي تعبر عن تمثيل طوائفها، إما يمثل ممثلين عن الأقطاب بيسموهم بيختاروهم بالاتفاق طبعا مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وإما بيكون في تكنوقراط راضين عنهم الأكثريات السياسية لدى الطوائف لدى الجميع. بذلك تكون عدالة التمثيل لدى الطوائف تحققت في التشكيلة الوزارية. أما المعيار الثاني فهو المعيار الذي يمكن استنتاجه من أحكام المادتين 64 و65 من الدستور، حيث أصبحت بعد اتفاق الطائف الحكومة لا تستطيع أن تمارس صلاحياتها الكاملة، إنما تكتفي فقط بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق قبل أن تنال ثقة الأغلبية النيابية. وبالتالي يفترض في أي تشكيلة وزارية قبل أن تبصر النور أن يكون رئيس الحكومة المكلف وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية قد تلمسا أن هذه الحكومة قادرة على نيل ثقة البرلمان قبل أن يوقعا مرسوم التأليف، لأن التأليف هدفه الوصول إلى حكومة عاملة بمعنى حكومة تحوز ثقة البرلمان. لذلك يفترض من خلال الاستشارات التي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف ويطلع دائما رئيس الجمهورية عليها بطبيعة الحال، أن يستطيع رئيس الحكومة المكلف وبالتفاهم وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية أن يتوافقا على حكومة إضافة لمراعاتها مقتضيات المادة 95 من الدستور أن تكون قادرة على حيازة ثقة الأغلبية النيابية، لأن أي حكومة غير قادرة على حيازة الأغلبية النيابية لا يكون الهدف من تشكيلها الوصول إلى حكومة عاملة، إنما يكون الهدف فقط إزاحة الحكومة القائمة عن تصريف الأعمال. لذلك المعيار الثاني أن تكون قادرة على حيازة رضا الأغلبية النيابية. أما المعيار الثالث بتحليلي وتقديري فهو أن تراعي التشكيلة الوزارية مقتضيات الفقرية من مقدمة الدستور التي تنص على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، بمعنى أن أي تشكيلة وزارية معطوفة على أحكام المادة 95 من الدستور التي سبق وشرحتها يجب أن تراعي مقتضيات ميثاق العيش المشترك، بمعنى أن تكون من حيث العدد تؤمن التوازن الوطني أي المناصفة بين المسيحيين والمسلمين والنسبية بين مذاهب كلا الفئتين، ومن حيث الصفة التمثيلية عطفا على أحكام المادة 95 أن تكون الصفة التمثيلية متساوية ومتوازنة بين الوزراء بحسب انتماءاتهم الطوائفية، بمعنى أنه لا يجوز أن تمثل طوائف بأكثرياتها السياسية في حين تمثل طوائف بأقلياتها السياسية، لأن ذلك يشكل خللا إلا إذا الأكثرية السياسية في طائفة معينة اعتذرت، كما أنه بالإمكان تمثيل الأكثرية السياسية والأقلية السياسية أيضا في طائفة معينة ولكن بشرط أن ينسحب ذلك على جميع الطوائف. بذلك تتحقق موجبات المادة 95 من جهة، كما تتحقق
مراعاة مقتضيات العيش المشترك التزاما بالفقرتين المقدمة الدستور من جهة ثانية. نعم، شكرا لك دكتور عادل يمين. بس في سؤال تمنوا علي على الفيسبوك انه اطرحه عليك، مع انه بعتقد الجواب معروف بس تنوضح اكثر، انه النواب المستقلين هل يحق لهم انه يرجعوا يترشحوا خلال المهلة؟ لا مانع دستوريا وقانونيا من ان يعاودوا ترشيحهم، لانه لا يجوز وضع قيد على الإرادة الشعبية. نعم، شكرا لك دكتور عادل يمين على هذه المداخلة. شكرا. إذا من بعد هذه المتابعة الدستورية والقانونية ننتقل باتصال مع عضو تكتل لبنان القوي النائب الدكتور إدغار طرابلسي. دكتور طرابلسي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. الله معك. يعني أكيد رح نسألك بعض المواضيع عن منطقة بيروت من بعد الانفجار يلي صار، بس بداية رح نبلش باقتراح القانون يلي تقدمتم به اليوم مع عدد من النواب. رح أقرأ بس أسماء النواب اللي تقدموا. مشروع اقتراح أو هو اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى منح المتضررين من جراء انفجار المرفأ الحق بسحب أموال عائدة لهم في المصارف اللبنانية نقدا وبالعملات الصعبة، وأيضا نعم هذا القانون تقدمته فيه مع عدد من النواب، خبرنا عن تفاصيله ومن أيضا النواب اللي وقعوا عليه معك. نحن ست نواب من تكتل لبنان القوي، نائب أدي معلوف وإن كان من المتن، نيكولاس حنيوي، أنطوان بانو، أليكسي أغوب تريزيان، وإدغار طرابلسي، أليكسي ماتوسيان. ونحن تقدمنا باقتراحين قانون أو قانونين، واحد نطلب فيه أنه يسمحوا لأصحاب الشقق المتضررة والمستأجرين وأصحاب المؤسسات يأخذوا من مصرياتهم إلى 15,000 دولار، يسحبون بالدولار أو بالعملات الصعبة ما حددنا الدولار، تيقدروا يرمموا أملاكهم أو بيوتهم أو مؤسساتهم. أما في اقتراح ثاني تقدمنا به وهو إعفاءات خاصة بالناس اللي عندها أملاك وبيوت ومؤسسات سياحية تجارية صناعية وسيارات من الرسوم لخمس سنوات في منطقة الانفجار واللي تضرروا من الانفجار، مثل الرسوم الموضوعة ليأخذوا رخص للترميم لازم يكون في إعفاءات عليها، ضرائب، شروط تخفيفية على أنه تعاد الأبنية إلى الشكل الأساسي دون تغيير، خاصة الأبنية التراثية والقديمة، إعفاءات من رسوم المياه والكهرباء والهاتف ورسوم الانتقال عند الورثة، رسوم الضرائب الجمركية على البضائع والكونتينرات يلي أتلفت في المرفأ والمركبات الآلية، في كثير سيارات مكسرة وغير سيارات أيضا. كل المؤسسات المتضررة والناس المتضررين لازمون إعفاءات ليقدروا يقوموا لهالمدينة ترجع تنهض. فنحن قدمنا هالاقتراحين هذا الصباح ونحن بدنا نضغط بهذا الاتجاه، أكان على البرلمان ليقرروا مدينهم بصفة المعجل المكرر، وأيضا على مصرف لبنان وعلى جمعية المصارف حتى يسهلوا للناس يأخذوا مصرياتهم المحجوزة في المصارف، لأنه هيدي الحقيقة أزمة كبيرة. إذا ما سهلنا على الناس ما بيقدروا أنهم يرمموا ويساهموا، هن يعني ما بيكفي تضرروا، هن كمان بدهم يساهموا بأنهم يصلحوا بيوتهم. فنحن بهذا الاتجاه عم نضغط كنواب تكتل لبنان القوي حتى يكون في كل هولي لنقدر نسهل على ناسنا. نعم، بس أنا كنت عم أقول للدكتور طرابلسي إنه الصورة اللي كنا عم نشوفها على الهواء هي لا أحد اقتراحي القانون اللي تقدمتوا فيهم اليوم. أنا لازم نعم لا بعرف لازم نحن نبعث لك إياهم اثنين ما لحقنا، ولكن هول اقتراحين لقانونين. نعم. لنحكي شوي عن يعني المنطقة، كيف شفتوا الأوضاع بعد يعني مرور تقريبا 10 أيام أو أقل شوي على انفجار المرفأ بمنطقة تحديدا بيروت الأولى يلي أنتم بتمثلوا كل بيروت وحضرتك بيروت الثانية ولكن أيضا معني ببيروت الأولى؟ صحيح. يعني كيف شفتوا الوضع؟ يعني هل تحسن الوضع شوي؟ الناس بلشت يعني تاخذ نفس مثل ما بيقولوا، وشو دوركم كنواب عم بيكون؟ أول شيء أنا نزلت على الأرض وغير من النواب من أول يوم، في كثير تقدم بإزالة الركام والردم والناس النشيطين، الهيئة العليا للإغاثة بلدية بيروت يلي بينتقدوا إذا بتختلف معهم بالسياسة ولا لا، نزلوا قاموا بشغلهم وعم بيشتغلوا، في هيئات مدنية، الجيش اللبناني،
ورشة قائمة وكبيرة. هلا نحن في بيوت يعني في كتير هيئات عم بتساعد ونحن منهم، ولكن القصة بدها تدخل دولي، بدها مصاري تقدر تنهض بكل هالدمار. الشغل ماشي وفي كتير ناس على الأرض عم بيشتغلوا بنوايا طيبة، وفي ناس موجودين ما بعرف إذا الكل عم بيشتغلوا مثل بعضه. نعم يعني بس مشكور كل إنسان نزل مشكور. هالتعاطف إن شاء الله بيخلق وحدة بين الناس، وحدة مجتمعية، ونحن نبعد عن المناكفات السياسية ونروح نشتغل لأنه بلادنا بحاجة لمين ينهض فيها ويعمرها. نعم دكتور طرابلسي، آخر سؤال بالسياسة، يعني ما رح نفوت معك بالتفاصيل بس بشكل عام، يعني من بعد المأساة للأسف تحرك المجتمع الدولي تجاه لبنان وصار في شوية أمل أو تفاؤل، عم برجع بعيد أنه بعيدا من المأساة يعني، ولكن بالسياسة أنه ما حكي عن حصار كان سابقا مفروض على لبنان فك شوي، ويعني وصار الدول موجودين وعم يتعاطوا في مسعى لإيجاد حل. هل أنتم متفائلين أنه هالحل رح يوصل لنتيجة بشكل، أو هالمساعي رح توصل لنتيجة بشكل سريع؟ أنا بقدر أقراها أنه ممكن تودينا لحل حلي، وهي واضح أنه في حل حلي بس بكلفة عالية. اللي صار كان كلفة كتير عالية. هلأ ما بدي أدخل أسبابه ليش تصار، بس هلأ نحن بعشقة المفادين الدوليين في ظاهر حلحلة إلى خصة بالأقليم وإلى خصة بالداخل. هلأ ما فينا نجي نبشر كتير بأنه تمت الحلحلة، لأنه واضح أنه وضعنا منه مستقل عن الأقليم. يعني في تفاوض على مستوى عالي بهذه المنطقة من العالم، وفي تغيرات مثل امبارح بتشوف مثلا الامارات واسرائيل شو عملوا، في اشياء كثيره عم تنسحب على المنطقه. نحن بهمنا نحافظ على الانسان في لبنان، على السياده اللبنانيه، على حقوق لبنان الدوليه، الحدود البحريه والبريه والثروات. نحن بهمنا نحافظ على مستقبل اولادنا واجيالنا القادمه، فما بدنا انه لبنان يروح برخص، ولا بدنا نحن الأزمة تخلينا نسكت عن حقوق بلدنا. نحن بدنا حقوق بلدنا، وبدنا النهوض بمدينتنا وبعاصمتنا، وبدنا ناسنا. أهم شيء هو الناس. يعني ما بدنا نروح بالسياسة على حساب آلام الناس ومشاعر الناس وأضرار الناس المحزونة واللي استشهد لها أحباء، وبعد في كتير ناس ضايعة، في ناس بعدها بالمستشفيات. هيدا الهم الأول بأكد لك لدى نوابنا تكتلنا والنواب الآخرين، ولدى رئيس الجمهورية والمعنيين بالشأن اللبناني. نعم، شو رح تعملوا كنواب دكتور طرابلسي لتعززوا ثقة اللبنانيين بأنه التحقيق اللبناني بمواكبة دولية سيصل بالنهاية إلى نتيجة، وأنه المرتكبين أو المقصرين سيحاسبون؟ نحن البداية تكتل عنا الوزير باسيل ولا المعنيين، وصولا اكيد بدايه فخامه الرئيس. نحن مصرين لوصول التحقيق الى شيء ملموس وسريع. هلا صار ماضي مش خمس ايام، قالوا خمس ايام، لهلا نحن بعد ما لمسنا شيء. نحن مش بس متاسفين، نحن نستنكر ونعترض ونطالب بقوه انه هالتحقيق بمساعده دوليه واقليميه والبدكه هالتحقيق يوصل لنتيجه. نحن بدنا نتيجه، بدنا نعرف مين سبب هالانفجار. نعم. سؤال أخير دكتور طرابلسي، يعني في عدد من زملائكم بمجلس النواب تقدموا باستقالاتهم، هل برأيك هيدي الخطوة يعني كانت مفيدة أو كانت خطأ، أو كيف توصفوها؟ أكيد أنه هن استقالوا، هيدي موقف شخصي، في حرية للنائب أنه يستقيل أو يستمر، وأكيد أنه كانوا هن بيتوقعوا آخرين أنه يستقيلوا معهم، وأكيد أنه كان في كتل عم تسعى تأمن أكبر عدد من النواب حتى ينحل مجلس النواب. أنا شخصيا لا أستقيل، وأنا ضد الاستقالة بوقت تحمل المسؤولية. أنا ضد الاستقالة مثلا بيطالبوك خلي القاعدة البلديين يستقيلوا، خلي الحكومة تستقيل، خلي النواب يستقيلوا. هيدا البلد الآن بحاجة لمين يتحمل المسؤولية، مش بحاجة ناس تهرب استرضاء لبعض الأشخاص يلي لربما عن عاطفة صادقة بيحكوا هالمطلب، أو عن خبث، أو عن أحلام طوباوية. نحن هلأ وقت نشمر عن زودنا وننزل نشغل بالبلد، مش نستقيل من تحمل المسؤولية. نعم، شكرا لك دكتور إدغار طرابلسي النائب وعضو تكتل لبنان القوي على هذه المداخلة. إذن نحن معكم بهذه المداخلة بانتظار أنه تجهز الزميلة جويس نوفل من قصر بعبدة للاطلاع منا على آخر المعطيات.
نعم جويس، يعطيك العافية. شكرا جاد، الله يعافيك. نعم، يعني اليوم رح بلش بالسؤال من موضوع وزير الخارجية الإيرانية. اليوم أي ساعة رح يجي على بعبدة إذا اليوم الموعد؟ لأنه ما عرفنا على المزبوط، شفناه بالخارجية بس ببعبدة ما شفناه. لا بالفعل رح يكون في زيارة على الساعة 3 بالمبدأ، هي زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى قصر بعبدة ولقاء رئيس الجمهورية. كان جال وكان له تصريح بوزارة الخارجية مع الوزير وهبة أيضا، فاللقاء والموعد حوالي الساعة 3 بعد الظهر رح يكون وزير الخارجية الإيرانية بقصر بعبدة. لافت يعني جاد يلي مفارقة يلي فينا يمكن نحكي عنها حتى أنه بنفس النهار إيراني والأمريكي بقصر بعبدة. صحيح صحيح، يعني البعض صار يقول هل يمكن للبنان أن يكون صلة الوصل وفتح صفحة جديدة بين الإيرانيين والأمريكيين انطلاقا من بيروت ومن ما حصل في بيروت؟ هيدا بعض التحليلات وبعض الأفكار والمعلومات اللي كانت عم بتتم تداول فيها. إذا هي مساقبة هيك أن يكون هيل ومحمد جواد ظريف بنفس النهار بلبنان عم يتفقدوا وعم يدعموا إن كان من الجهة الأمريكية وإن كان من الجهة الإيرانية. خلينا نقول إنه كمان قبل شوي غادر المنسق الخاص للأمم المتحدة يانكوفيتش قصر بعبدة، كان التقى الرئيس عون وغادر بلا أي تصريح. يعني مثل ما كنا ذكرنا بالرسائل السابقة جاد، اليوم سلسلة لقاءات بدأت مع ديفيد هيل، رجعت مع وزيرة القوات المسلحة في فرنسا، رجع مع وزيرة الدفاع زينة عكر يانكوفيتش، وبالمبدأ يعني تختتم الزيارات اليوم مع وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف. الأبرز اليوم جاد مثل ما حكينا قبل شوي هو ما تم الحديث عنه بلقاء يلي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ووكيل يعني وكيل وزير الخارجية لشؤون السياسية ديفيد هيل بلبنان. هذا اللقاء يلي نعم بس جويس خليني أشير، أكيد أنت ما صار لك تشوف الخبر لقاء الرئيس عون مع يانكوفيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. الرئيس عون تبلغ من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يانكوفيتش أن المشاورات التي أجرت للتمديد لليونيفيل كانت إيجابية، وأن الرسائل التي أرسلها رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع كان لها الأثر الجيد في المناقشات. صح، يعني هذا كان المحور الأساسي خلينا نقول عمل اليونيفيل في لبنان. بس اللافت أيضا بزيارة ديفيد هيل أنه ما تم الحديث بأي شكل من الأشكال لترسيم الحدود البحرية. نعم، مع أنه هذا كان متوقع أنه يتم. صحيح، حسب أجواء الصحف. صحيح، هذا اللي كان متوقع، لكن بحسب المعلومات وتأكيد أنه هذا الموضوع لم يطرح أبداً باللقاء يلي دام 30 دقيقة، إنما كان التركيز على المساعدات الأمريكية وعلى العلاقات الأمريكية وأنه أمريكا تقف إلى جانب لبنان بهيدي الفترة تحديداً، عن الحكومة يلي يجب أن تعكس تطلعات الشعب اللبناني بحسب الجانب الأمريكي. وأيضاً كان هناك حيز كتير كبير من الإصلاحات ومكافحة الفساد يلي أعاد التشديد عليها ديفيد هيل، وجدد دعوته لإلى الرئيس عون أنه هو هذه من أولى الأولويات، إن كان من منذ تولي سدة الرئاسة من تشرين الأول 2016 وحتى اليوم هو يطالب ويحرص على تنفيذ الإصلاحات فور أن تتشكل الحكومة الجديدة المنتظرة، وأيضا أن يبقى المسار بمكافحة الفساد. كان أشار بالخبر الرسمي اللي صدر عن دوائر القصر، تحديدا الجملة اللي حكي فيها الرئيس عون أنه عدد الصعوبات يلي كانت عم بتواجهه بخلال طرحه لعملية مكافحة الفساد، مثل ما قلنا يلي أطلق فور تبوؤ منصب رئيس الجمهورية. وقال الرئيس عون ما سبب خلافات بينه وبين العديد من السياسيين يلي شعروا أنه هن معنيين بالفساد، يعني كانت لافتة نوعا ما هذا الموضوع بظل ما كل يلي عم نشوفه بلبنان من 30 سنة لليوم وتبعات كل هذه المنظومة أو هذه السياسات، إن كان الاقتصادية الاجتماعية المالية بميادين عدة جاد هذا الموضوع ومكافحة الفساد. فهذا الحديث كان محور اللقاء، وكان في تشديد مثل ما ذكرنا من الرئيس عون على أنه سيتم تطبيق هذه الإصلاحات، الحكومة المرتقب أن تولد
ليس هناك من فترة محددة، يعني هيدا كمان يمكن أن يكون موضع بحث وموضع جدال وأسئلة كثيرة تطرح حول الحكومة. نعم جويس، خلينا نشير إلى أنه رئيس الحكومة، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، التقى وزير خارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحضور السفير الإيراني في لبنان والمدير العام لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الإيرانية، وأيضا مدير مكتب وزير الخارجية الإيرانية والمسؤول عن الشؤون الإعلامية في وزارة الخارجية الإيرانية، بحضور الوزير رمزي مشرفية ومستشاري الرئيس دياب، وأيضا السفير جبران صوفان. وجرى التداول بطبيعة المساعدات التي يمكن أن تقدمها إيران لدعم لبنان. نعم. هلا هو في سؤال يطرح كمان، لانه زياره هيل منا يعني منا معروفه من وين عم بيروح من وين عم يجي، اي ساعه عم بيكون لقائه مع ان كان بعينتين، يعني ما في جدول محدد لزياره ديفيد هيل ابلغ في الاعلام، يعني في اسئله هل سيزور السراي الحكومه، هل سيلتقي رئيس الحكومه حسان دياب، كان نوعا ما يعني هيدا كان السؤال قبل، لكنه بالفعل زار رئيس الحكومة حسان دياب ديفيد هيل برفقة السفيرة الأمريكية بلبنان، فهيدا هذه الزيارة يعني نسفت كل ما كان عم بتم الحديث عنه ما يشاع أو بعض المعلومات أنه لن يكون هناك زيارة لديفيد هيل لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لأنه كان في بعض هذا الفتور بالنسبة للمعلومات اللي كانت عم تنحكى، ولكن كل هذا الموضوع بيّن أنه غير صحيح، لأنه بالفعل ديفيد هيل زار السراي والتقى دياب. نعم. بحضور السفيرة. شكرا لك جويس، شكرا لك زميلي جويس نوفل مباشرة من قصر بعبدة. ننتقل باتصال هاتفي مع منسق بيروت الأولى في التيار الوطني الحر المحامي عماد جعارة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. نعم عم تسمعني؟ عم بسمعك. نعم صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أنا حابب أبلش معك المقابلة بسؤال عن أول شيء، يعني نهار اللي حدث الانفجار، انفجار مرفق بيروت، صار في تواصل بينك وبيننا بالأو تي في كرمال إنقاذ عدد من الأشخاص، طمنا آخر شيء عنهم بداية. صح، يعني اللي صار أنه صار طلع نداء على الأو تي في، تفاجأنا أنه قدرنا قدرت الأو تي في توصل الرسالة للاستغاثة لكل، يعني كعم نحكي صليب أحمر أو دفاع مدني أو حتى جمعيات استغاثة خاصة، أسرع بكتير من ما لو دقينا تلفنا على التليفون، لأنه كان الخطوط مكتظة. الله يساعد المواطن يلي بمنطقته صار فيه شبه قنبلة ذرية وصار فيه أبنية اختفت فجأة، مش أنه تهدم، اختفت بكل ما للكلمة من معنى، وجيرانه عم بجربوا يدقوا للاستغاثة وما قادرين يتواصلوا مع حدا. كان هذا حظ يعتبر، بس كان لازم الحظ يكون متوافر لكل الشعب اللبناني اللي اتضرر. أنا ثائبت قدرت أنه هالرسالة، عرفت أنه بموقع الكارثة وقدرت وصلها للأو تي في، وما بخصي بالعكس، هذا شيء بجرب أنه صار في كمية هائلة من المسعفين والمتطوعين اللي هن هيك عن نخوة لحالهم نزلوا، ما عندهم خبرة كبيرة بالأسعاف، نزلوا بلشوا يشيلوا الحطام، ولحسن الحظ قدرنا خلصنا بطلين يلي بأعجوب نزلوا، اللي هن شقيق مرتي عصام عطا اللي بقي 20 ساعة تحت المكان، والصبية اللي هي فرد من أفراد العائلة كمان من التدعية الأثيوبية ألم، ولسوء الحظ استشهد أحد أشقاء عبدو عطا وصديقه كمان وهو أصم وأخرس وكتير معروف من حبه كلنا بالشفية شادي أبو شقرة استشهد. يعني لازم نفكر أنه نحن ببلد معرضين لكوارث، أكان من العدو أو أكان بسبب الفساد، لأنه الانفجار بعدنا لهلأ مش عارفين إذا العدو والفساد سوا عامينه أو الفساد لحاله، بالنهاية هن جبوله وجهين بعملة واحدة. الإعلام كان دوره كتير مهم، وأكيد لو ما في إعلام كانت هيدا البناء بالذات، لو ما الأو تي في بقي 4-5-6 أيام ما كان حدا لا إجا على الاستغاثة ولا إجا حدا خلص حدا. نعم مع كل حال الله يرحم الشهداء، والحمد لله على سلامة يلي تم إنقاذهم، وإن شاء الله كل الجرحى والمصابين من ضمن صوتنا لإلك أنه بنالوا الشفاء. ماتر عماد، يعني أنا يعني بدي أسألك عن تيار الوطن الحر ببيروت وببيروت الأولى تحديدا، اليوم شو عم تعملوا لتوقفوا حد أهلكم وحد الناس يلي بيطلعوا للتيار بالظروف الصعبة تحتى يكون معهم ويدعمهم ويساعدهم؟
من الصعب جدا شخص مجروح ومقطع اشلائه يلملم اشلائه وجراحه وبدل ما يفكر بحاله يركض للمساعدة، بس الحقيقة بطولة الطياريين خلتهم ينسوا جراحهم وقبل ما تنشف يبلشوا ينظموا حالهم مثل خلية النحل تنكون قريبين للمواطن المتضرر. والأحلى من هيك أنه ما سألنا عن المواطن المتضرر إذا كان طيار أو قوات أو مجتمع مدني نظيف أو عامل حاله مجتمع مدني للمجتمع المدني المشبوه، ما سألنا فرق بين حدا وحدا. لقينا أنه الطياريين أول شيء صار فيه ثلاث خيام أساسيات، هي خيمة بمار مخايل وهو شارع خطر لأنه كان فيه أبرية بعدها عم توقع منها أجزاء، وبالخيمة بمستشفى الوردية لأنه مستشفى الوردية عشان ما يبطل عنده قدرة لاستيعاب المرضى، كمان صار فيه تضرر كبير كبير عنده. كنا على مستشفى الوردية وهيئة القضاء بالرغم من أنه هن أغلبيتهم بيوتهم بالأشرفية وتضررت، كمان أقمنا خيمة بنص ساسين على مركز طيار. وكان دور الخيمة بدي أتشكر أول شيء اللي ساعدونا من خارج المنطقة المنكوبة، عندك لجنة المرأة بالطيار كانوا حدنا، كان في الجزء المركزي للنشاطات هادي حايل كمان تانكيو على المؤازرة بوقت كان صعب كتير، انضباط الطيار القدامى كانوا موجودين، وقدامى الجيش قدامى الجيش اللي هني هلا بطير الوطن الحر كانوا كمان حدنا تيساعدونا بالتنظيم. وأحلى خبرية وهي بركة كبيرة أنه عرفنا أنه راهبات بنحبهم كتير، هني راهبات معلولة طالبين منا اليوم أنه نزودهم ب 333 عائلة تضررت بالمنطقة المنكوبة أو أنا بقول المقصوفة نوويا، مشان نقدر نأمن لهم كل يوم كل يوم كل يوم تربية غدا عشاء بتاك واحد بكومبو بوكس واحد. بعرف الناس مش بحاجة بس لأكل، يمكن أوقات صار في فائض أكل، ناس صارت بحاجة لشيء تاني، بس بحصة بتسند خابية. ورهبات معلولة هذا عمل مقدس ووطني جدا عم بيعملوه وعم بيريحونا كتير، تبدأ لما نكون عم ننتهي كيف الأم أو البي بده يطبخ لطعم أولاده، نقدر نشوف كيف بدنا نرجع نعيد أعمار منطقتنا مثل ما كانت وأحلى، ونمنع على الزعران ومافيا المال يجوا يجربوا يعملوا سوليدير اثنين ويستفيدوا من نكبة تيبلشوا يشتروا عيارات عن بجانب. لا، رح تبقى المنطقة على سكانها الأصليين، ما بدنا أي سكان مستوردين من خارج لبنان، لبنان رح يضل لبنان. وطابعه التراثي، طابع تراثي للحمرة ولمار مخايل ولعين المريسي ولجميزي لازم نحافظ عليه، وعم نتواصل مع نوابنا ليطلع نصوص من مجلس النواب، بتمنى مجلس النواب يصدرها لكل بناء قديم بغض النظر عن وضعه القانوني ومين بيملكه ومين الشركة ومين الإخوة ومين الورثة ومين المستأجر القديم ومين الجديد، عليه أن يعاد كما كان مع سكانه، وإذا في أي إشكالية قانونية تتكفى بعدين بالمحاكم. بس بما أنك سألتني جاد ما بدي أخذ كتير وقت عن الطيار شو عم يعمل، في ثلاث أنواع مساعدة عم نقوم فيها للطياريين ولا أهالي بيروت المنكوبين. أول شيء في جزء نفسي هو استقبال الأهالي، نسمع لهمومهم، مؤازرتهم نفسيا بواسطة أخصائيين نفسيين أو أخصائيين بالتواصل مع الآخر، هذا لحاله بخلي القلب البارد يدفى. لوجستيا عم بتم إرسال مهندسين on a private level يعني مش من البلدية، من عنا مهندسين سيفيل ومعماريين للكشف على المنازل المتضررة ويضمنوا الأهل إنه هل المبنى هو بشكل خطر أو ما بشكل خطر، هل التدعيم شغلة بسيطة أو ممكن يكون بده مبالغ كبيرة. أكيد شاركنا بالكنيسة وبرفع الردم وبإعادة أو بتركيب النايلون والبواب المكسرة رجعناها لعدد من البيوت. ما بخفي عليك إنه ما قدرنا نركب إزاز، ما عندنا قدرة نركب إزاز، أبواب داخلية ما قدرنا نعمل إنجاز ملموس كبير بأبواب داخلية، بس بالباب الأساسي هذا اللي كانوا عم بيطالبوا فيه السكان قدرنا بواسطة المتطوعين من التيار، ولينا كثار تطوعوا من التيار لا على التيار وهني ما معهم بطاقة التيار، هذا شيء حلو من كل المناطق لك ما معي بطاقة بس أنا تيار، لأنه عم تساعدوا الكل ما عم تسألوا ما عم تفرقوا لا بين قوات ولا بين أو سوري ولا بين غني ولا بين فقير، حبوا شافوا اعطينا صورة حلوة
عن اللي عم نعمله. النايلون كمان كثير منيح بس ما بتصور بيقدروا يشتوا الناس كل شتويه اذا ما اجى اذا ما صار في خطه جديه لاعاده الشبابيك والازاز. ان شاء الله ما اكون نسيت شيء. موضوع كثير مهم عم بيلاقي استيطاب الزوار خيام التيار. كل شخص بده دواء عم نأيد اسم الدواء وعم نبعد هالدواء هيدا لغرفة العمليات للسنترال فارماسي اللي هي بمركزية التيار بدنا شروحي. وانا بطلب من كل مواطن لبناني عنده دواء ببيته منه عايزه او ممكن تخلص مدته بعد شهر وشهرين هو صح وتعالج بيقدر يعمل خير بيقدر يعمل كارما منيحة وهالكارما رح ترجع له لقلو يتوجه للتيار الوطني الحر لمركزية التيار بدنا شروحي غرفة عمليات او على سنترال فارماسي. وفي صيادلي بروفيسيونيل واطباء بروفيسيونيل بيعرفوا كيف يعربوا هالادوية بالشكل اللازم لانه في اخواننا ببيروت الاولى المنكوبة وخير بيروت الاولى هني بحاجة للدواء وقادرين نعمل الدواء مجانا. نعم. متر عماد خليك معنا خليك معنا على الخط بس بدي انتقل لعين التينة لنستمع لموفد الرئيس البرازيلي ميشيل تامر. In función deste acontecimento. Em terceiro lugar, dizer que nós trouxemos uma ajuda humanitária ao Líbano, representada por alimentos, medicamentos, técnicos, ajuda que continuará ao longo do tempo, não apenas esta que agora chegou. E, por fim, dizer que estive com as autoridades libanesas, estive com o senhor presidente Michel Aoun, estive com representantes das confissões religiosas aqui do Líbano, num diálogo muito produtivo, colocando naturalmente o Brasil à disposição para ajudar na composição, não só material, mas igualmente política do Estado libanês. E hoje revi o presidente do parlamento, Nabih Berri, registrando até que esta é a quarta vez que nos encontramos. Foi uma conversa muito produtiva, sob o foco político e até, convenhamos, sob o foco pessoal, quando Sua Excelência lembrou-se de episódios que vivemos nas vezes anteriores. Não sei se você gravou tudo. Vou tentar. أولاً حبي أعبر رئيس ميشيل تامر عن أسفه للحادثة اللي وقعت ببيروت والتعبير كمان عن أحر التعازى للعائلات الشهداء والضحايا وكمان دور الرئيس ميشيل تامر كان بتقديم كمان المساعدة التقنية والطبية والغذائية في 6 طن وصلوا من البرازيل امبارح مساعدات طبية وواصل 4000 طن رز كمان بالبحر بالايام القادمه. من جهه اخرى البرازيل كمان حريص انه يلعب دور سياسي بمعنى محاوله قدر الامكان كمان لم الشمل بلبنان والحس للتضامن بين اللبنانيين بهالوقت الصعب. والتقى بهذا الاطار برئيس الجمهوريه امبارح وكمان بممثلين عن الطوائف بلبنان لحسن على هيدا الدور المهم. كان لقائه مع دولة الرئيس نبيه بري الرابع، التقوا بالبرازيل مرة وثلاث مرات هون، وكانت فرصة كمان ليبحثوا بهالمواضيع وبكيفية إمكانية البرازيل تقديم المساعدة للبنان، إن كان على صعيد الدولة البرازيلية أو كمان الشعب البرازيلي والجالية اللبنانية الموجودة بالبرازيل. Quero registrar mais fato é que eu venho acompanhado de senadores portanto, membros do Parlamento Brasileiro, do Corpo Militar Brasileiro, o Secretário de Assuntos Estratégicos, o Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, portanto, uma delegação representativa do povo e do pensamento brasileiro. Eu quero enxergar que o WEFD, que está em trânsito, é o WEFD, مكون من أعضاء من مجلس الشيوخ البرازيلي، أعضاء من السلك العسكري البرازيلي، وجميعهم كمان من الهيئات الدبلوماسية وجميعهم من أصول لبنانية وكانوا حريصين يكونوا موجودين هون معه اليوم. شكرا. شكرا. شكرا.
إذن تابعنا تصريح موفد الرئيس البرازيلي ميشيل تامر من عين التين بعد لقاء الرئيس نبيه بري. بنرجع للاتصال مع المحامي عماد جعارة منسق هيئة بيروت الأولى بالتيار الوطني الحر. متر عماد قطعناك بس لتكمل الفكرة لنكمل بأسئلتنا عندي، لأنه سؤال عن الطريقة اللي عم بيتم التعامل فيها مع التياريين ببيروت الأولى. عن طريقة للغاية بتعاطف فيها صح، كيف في إيجابية بتطلع فيها، في اللي شايفونها ما عم نميز بحالة، ما عم نستفيد بالسياسة لما يكون سنية من عندهم. أي شيء في بضل في أوازن بغير طيب بغير أحزاب كمان حسوا إنه في فرق بالطاقة بيننا وبين غيرنا، شفناه هون عم بيركضوا تيكونوا حدنا. هيدا مشهد اللي زمان ما شفناه بسياسية، بعد ما صار في بعض الغوغائيين وقطاع الطرق بالصورة اللي كان بدهم إنه تبقى حواجز. ما هو انا كان بدي اسالك عن هذا الموضوع، لانه بعد الانفجار معروف انه بالسياسه صار في محاوله لتوجيه الاتهام باتجاه طرف معين مش هو المسؤول بطبيعه الحال عن الانفجار، ولكن على الارض كمان في بعض الاشخاص من مناصري الاحزاب ومن خارج مناصري الاحزاب، يمكن من مؤيدي الثوره، ما يسمى ثوره حراك الى اخره، كمان استهداف دائم للتيار الوطني الحر. كيف تعاملتوا مع هذا الموضوع؟ ما صار في كثير، صار في شوية حكي بس لما تشوفوا بالآخر إن في ناس على الأرض عم تشتغل، عم تفكر بشكل إنساني، ما عم تقبل تفوت بجواليب سياسية. حتى ما بخفى عليك اليوم في ثلاث صباح بيتموا لجمعيات أهلية اليوم طلبوا، قالوا بليز فينا نتقدم بليست غدا معلولة عم بيسألوا التيار الوطني الحر، وهن كانوا من اللي عم بيشاركوا بالثورة، وعم بيقولوا لنا نحن يا ريتها كانت ثورة علمانية ولا طائفية وثورة حقيقية. صرنا قرفانين، حسينا حالنا مثل الغنم عم بيشغلونا على الريموت كنترول، وخمسة أشخاص على الرينج وست أشخاص على الصيفة، وكله كرمال بس يبلبلوا جو البلد ويخلوا الناس تشك باقتصاده. أنا مني متأمل كتير خير بأنه يصير في وعي كبير وكتار من يلي ضلوا بالسابق يوعوا، بس بقول لك انه هيدي اللي صارت خلت كبير من الشعب اللبناني ومن الشباب اللي نيتهم طيبه انه يعرفوا انه لا، الصوره اللي كانوا عم يجربوا بعض السهرات وبعض الممولين من الخارج يعطوهم اياها كانت صوره خاطئه، وصاروا عم بيشكوا انه قد يكون كل هالدعم المالي اللي عم يجيهم وفند ريزنج مشروط هدفه بالاخر انه بلبله الجو الداخلي، احداث امنيه منا لمصلحه حدا بلبنان، ما بتفيد الا الطامعين بالغاز تبعنا وببلدنا الحلو وبقوتنا سياحيا اذا رجعنا قدرنا حافظنا على امن بلبنان. نعم انا بس يخلص وقتي، في بس نداء واحد بحبه. تفضل. الاهالي عندي بخصوص الزجاج المكسر والشبابيك، كثير صعب انه كل بيت ينعمل له شباك شرمزيور غير شرمزيور. الاهالي عم بيقولوا بما انه عم بيجي جهات مانحه، ليش هالجهات المانحه بدها تروح تعطي جمعيات؟ وبهالجمعيات ما عاد في الشعب، ما عاد عنده ثقه بهالجمعيات ولا عنده ثقه بكيفيه توزيع. عم بيطلبوا الاهالي انه من الاسماء المعروفين، معروف انه اكس ايجريك قاعد بهالشارع بهيدا البيت وكسر بيته، ليه ما بصير في تقييم قد ايه بكلف هالشباك والازاز وينعطى مصاري تهو يرجع الازاز؟ واكيد الشخص اللي قاعد بلا ازاز وبلا شباك ما هياخذ المصاري يغليهم ويشرب ميتهم، اكيد رح يروح يظبط بيته وشباك بيته. انا رايي اسرع طريقه وكمان كتيار عم نحس هالشيء بيروت، اسرع طريقه لمساعده المصدرين ما نعطي كريدي لهالجمعيات اللي فجاه خلقت وفجاه صارت تعمل سبع البرومبو على ظهر كارثه. انا بتمنى انه بما انه الاسماء هنا عم نحصيها اسم اسم وعائله عائله ومن بلا ما نميز بين تيار وتوجه سياسي او دين، لانه بتعرف منطقه المدور هي منطقه مختلطه فيها سنه وفيها وحتى يعني في سنه وشيعه ومسيحيين بالطوائف، نحن ما عم نجي نعمل ليستا هول اللي تضرروا. بتمنى انه الاموال توصل لمرحله تاريخ لبنان مباشره للمتضرر بلا ما نوصل من سمسار لسمسار لقباض رواح، مع احترامنا لعدد كبير من الجمعيات الاهليه الادميه مثل صليب الاحمر اللبناني، بس مش كل الجمعيات هي صليب الاحمر اللبناني، في جمعيات في بوان انتروغاسيون علامات استفهام على مصداقيتها وعلى اجندتها. وهذه هي الفكره الاخيره اللي كنت بتحب اقولها. نعم خليني انا اسالك سؤال اخير من بعد الفكره الاخيره. اليوم انتم بداره بيروت الاولى في عندكم مقعدين نيابيين صاروا شاغرين، مقعد النائب بولا يعقوبيان ومقعد النائب نديم الجميل.
أهالي المنطقة كيف تفاعلوا مع هذا الموضوع؟ يعني هل شافوها أنه خطوة منيحة وطالبوا البقوي يستقيلوا، أم شافوها أنه ما لها معنى ومجرد استعراض؟ بالنسبة البطل ما بيقدر يستوعب كيف ممكن يركع بنص دين المعركة. البطل أنا دمر بيتي وخسرت ناس من عائلتي، والدم بعد ما شاف كان أهين شيء قول أنا بستقيل. بلحظة الحرب على بيروت منلاقي نائبتين، بعتذر نائبة ونائب، فجأة بيركعوا وبيتركوا أولاد منطقتهم وبقولوا نحن بطل بدنا نقوم بواجباتنا. يعني بكرة ما عاد عندهم رأي بمشروع عينون ممكن يساعد أولاد دايرتهم، وبطل عندهم أكسي على صراخات ممكن تصير ولا مع مكتب المجلس. أنا برأيي البطل والرجال وما عنده مشكل يستشهد كرمال قضيته، مش أول ما يلاقي أنه بيربح صوتين زيادة بيستقيل، لأنه ما ربح صوتين زيادة. بالعكس أنا رأيي أنه ما بدي أقوله يعني بهالشكل، بس برأيي أنه ما علم من عيون الناس، ما أقول شيء تاني، أكيد ما عليه بعيون الناس. هالاستقالة هي مثل الهروب والخنوع والاستسلام. نعم، شكرا لك المحامي عماد جعارة منسق هيئة بيروت الأولى بالتيار الوطني الحر، أهلا وسهلا فيك. نرجع لزميلة ريما حمدان يلي عم تتواصل جولتها بمنطقة الأشرفية. ريما رجعنا لك مجددا. نعم جد، يعطيك العافية. نحن صرنا بمنطقة الرمال، هذه المنطقة أيضا يلي فيها إذا بدنا نقول خلية عمل متكاملة، سواء كان من الجمعيات الأهلية أو من الجهات الحزبية. إذا فينا نشوف خلف المشهد هناك جمعية تابعة لمجتمع مدني، هن عم بيوزعوا نوع من الأكل ومن المساهمات العينية، بالإضافة إلى أنه عندهم أقسام مثل الدعم النفسي إلى ما هنالك من جمعيات بتدعم. بالإضافة لهذا الشيء كنا قد شفنا برسالة سابقة أنه في جمعيات طبية اللي هي عم تقوم بمساعدة الأهالي وتغيير جروحات المتضررين أو اللي هن بحاجة لهذا الأمر. ولكن تجار وأصحاب المحلات بالأشرفية وتحديدا برمال عم بيقولوا أنه هن وجعهم أكبر بكتير من لقمة أكل يمكن قادرين يحصلوا عليها، علما أنه جمعيات مشكورة على عملها، ولكن هن بحاجة لقصص كتير أهم. إلى جانب أحد أصحاب المحلات اللي هو محله مثل ما عم نشوف جاد بالصورة تضرر وتكسر. عم أول شيء الحمد لله على سلامتك. مرسي كلك ذوق، شكرا. اليوم أنتوا لشو بحاجة كأهالي أشرفية؟ شو هي الإغاثة يلي بحاجة لها؟ أول شيء الله يرحم اللي توفوا، 170 شخص توفى من عدم من مسؤولية يلي عنا بهالبلد، والله يشفي هالجرحى. أنا ما بدي شيء من الدولة، لأنه عمري 77 سنة ما بحياتي طلبت شيء من الدولة ولا أخذ شيء من الدولة، ومن متأمل أخذ شيء من الدولة. بس نحن تجار عايشين على خبزنا كفات يومنا، يعني ما بدنا لا أكل ولا شرب. يعني المناظر اللي عم تشوفيها جنبي هون حد المحل شيء بيقطع القلب. يعني صرنا مثل أهالي بيفرا أو أفغانستان أو باكستان، بور باكستان. نحن ما بدنا هيك، هذا الشعب اللبناني ما معود يكون هيك، أعلى بكتير من هيك الشعب اللبناني. نحن عايزين جماعة يحطوا مصاري، يلي قادر يحط فلوس يجي لعنا، مش من بعد 10 أيام تلبكنا بالألمينيوم وبالإزاز وبالنيون وبالأضوية ومكسر المحل، عم ندفع من جيبتنا من لحم الحي وبعد ما حدا اطلع فينا. أنا ماني متأمل شيء من الدولة، بس رح أطلب من شخص واحد من غرفة الصناعة والتجارة يلي كان وزير اسمه محمد شهير، يا أستاذ محمد شهير اطلع بهالتجار يلي انتخبوك، وهلا طالع عنا على منطقة الرمال وشوف شو بدنا. ما تنطرنا تنصلح وبعدين تدفع لنا، نحن ما متأملين شيء، بس الله كبير واحترموه لفخامة الرئيس. هاي كلمتي اللي بدي اقولها. شكرا لك. لكن اليوم انت بحاجه لازاز، بحاجه لألمين، ازاز والمنيوم وخشب وأضوية. شو بدي اقول لك؟
شكرا. يعطيك العافيه والحمد لله على السلامه. ان شاء الله الله يفرجها ان شاء الله يا رب. يعني نحن بدنا نقول شغله انه تجار الاشرفيه تحديدا هن عم بيطالبوا بقصص يعني بمقومات حياه اساسيه لحتى يقدروا يستمروا ويقدروا يعيشوا بعيش كريم ويقدروا يفتحوا محلاتهم. يعني طبعا مبادرات الاكل كل الناس مشكوره، الجمعيات مشكوره، ولكن الاهم بالنسبه لتجار الاشرفيه هو الزجاج، الالمنيوم، كل مقومات استمرارهم بمحلاتهم، هيدي الصرخه الاساسيه. يعني يمكن ببعض الاحيان يعطيك العافيه كمان انت هون عندك محل وكمان واجهه المحل مثل كل الواجهات تكسرت. المبادرات اللي عم نشوفها طبعا كثير حلوه وكثير جميله، ولكن كنتوا عم تشكوا شوي انه عم بيصير في عجقه، عم بيصير في ربما عجقه مش بمكانها ببعض الاحيان، علما انه النيه صافيه. نعم. اول شيء مثل ما قال جاري بدنا نعزي اهالي الشهداء. الله يرحم جميع الشهداء والضحايا، الله يصبر اهلهم، والله يشفي كل مصاب وكل مريض. الحقيقة نحن مش بحاجة لأكل وشرب. مثل ما شايف الدمار كتير هائل، الخسائر كتير فاتحة. نحن بحاجة بس لحدا يتطلع فينا، يجي يعوض علينا بس هالخراب اللي شايفتي قدامك. مثل ما بتعرفي ريما، صار لنا فترة يعني أنجأ عم نكيد بشغلنا، ما في شغل، حالي بالويل. وهلأ لحتى نجي نتكلف على أي سعر وعلى أي ريت، ما بخبرك قد ايه الأسعار. خليني ألفت نظر أنه بدل الزجاج بدل الإزاز في ألواح خشبية هي اللي عم تحميكم ربما من السرقات. مزبوط. هلأ هيدي شيء مؤقت حطيناه بس لحتى نكون زبطنا. هيدا اللي بدي أقول لك، نحن بالنسبة لغيرنا يعني الأضرار كتر خير الله طفيفة بتنعد، بس بدنا كمان حدا يطلع فينا ويكون في شغل جدي على الارض. وعلى كل حال يعطيهم الف عافيه كل العالم اللي شايفتيهم على الطريق. بالنهايه هيدا اللبناني، بس يصير في مصيبه كله بيضب على بعضه. يعطيهم الف عافيه، والاكل والشرب اكيد ضروري، بس كمان في شيء ثاني كثير مهم. طيب بدي اسالك بالنسبه للسرقات او بالنسبه ايضا لقديش مستوى الامان، يعني نحن عم نشوف انه اليوم انتم كمان عم تعانوا من مستوى امان معين، يعني اذا ما في ازاز ما في حديد الابواب مشرعه. هلا نوعا ما نحن ما صار عندنا هالفلتين، يعني في بغير مناطق باول ايام كمان صار شويه فلتين، بس بالمبدا لا في امان، يعني وكميه العالم الموجوده كمان هيدي ما بتخلي يكون في ناس فلتانه وعم تشوف كيف بدها تسلق. بصير في حراسه من قبل بلديه بيروت الشرطه؟ على الخفيف على الخفيف، يعني ما عندنا المشكله، مشكله الامان ما عندنا موجوده، يعني في امان و ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع. الحمد لله على سلامتكم. طبعا جاديا نحن رح نتابع معكم بالصورة ورح نشوف الصورة، يعني حتى هون المحلات التجارية كلها ورشة عمل حقيقية في المحلات التجارية عند الناس وعند كل الناس اللي هن موجودين هون لحتى يكونوا حد بعضهم. يعني كما ذكرت اليوم يمكن الصرخة الأكبر هي بالنسبة لتجار الأشرفية ولتجار كل المناطق المتضررة، هو ضرورة الإسراع بتركيب الزجاج. يلي بده يتبرع، يلي بده يقدم أي مساعدة هي المساعدة الأساسية والمساعدة الضرورية، هو تأمين لألهم مستوى أمان معين عبر تركيب الزجاج، عبر تركيب الأبواب أقله للمحلات التجارية أو للمنازل يلي هي منازل بيوت أرضي لحتى تكون هي بمأمن من أي محاولة للسرقات. أيضا نجاد إلى جانب مختار أرميل فادي نكوز اللي هو رح يخبرنا يمكن أكثر عن وضع هذه العائلات، وهو متابع على الأرض بالنسبة لكل هيدي يعني كل هذه الحادثة اللي صارت. كمان عم نتابع بالصورة مع زميل شرب الفاضل حتى المباني اللي هي طوابق عليا مثل ما كنا عم نشوف بالصورة، ما في زاز، ما في شبابيك، ما في خشب، ما في حديد، يعني حتى الحديد عصف الانفجار كان كفيل بأنه يطيره ويتبخر من، إذا بدنا نقول يعني هو حقيقة الحديد، حتى الحديد تبخر من المنازل كون عصف الانفجار كتير قوي. إذا إلى جانب المختار فادي نكوزة مختار الرمايل، يعطيكم ألف عافية. ميرسي، يعطيك العافية أنت كمان، لأنه الحقيقة كان شيء اللي صار فعلا كارثة،
وما كان حدا بيتخيله. يعني أنا كنت قاعد بالمكتب وأنا وظاهر حسيت إنه زلزلت الدنيا، شعرنا إنه لثواني إنه بين الحياة والموت نحن. أوكي. مختار، اليوم في سؤالين جدا أساسيين أو محورين بدي أحكيهم معك، اللي هو أول شيء بالنسبة للمساعدات. عم نشوف نحن بجولتنا أصحاب المحلات قالوا بدهم إزاز بوقت أنه في مساعدات عينية تقدم من قبل بعض الجمعيات. هيدي الجمعيات اللي عم تقدم مساعدات طبعا مشكورة، ولكن يمكن ببوست لألك على الفيسبوك كتبت أنه اليوم نحن بدنا أكثر من أكل. اللبناني يمكن مش بحاجة للأكل بقدر ما بحاجة لقصص تانية، والبعض يعني عم بيقول أنه هذه الجمعيات ربما في علامة استفهام، في قصص حواليها. هلا أول شيء بدي أقول لك شغلة، الله يرحم اللي ماتوا، وهولي كلهم نعتبرهم كل فرد بلبنان لازم يعتبر هاللي توفوا اللي استشهدوا خي لإلهم. بدنا نوقف حدهم ونقول نفسهم بالسماء. شغلة تانية بالنسبة لموضوع المساعدات، يعني بعد في شيء ما صار يلي هو الجدة. أوكي، اليوم خلصنا، ما بقى بدنا كتر خير اللي قدمه، ما بقى بدنا أناني مي ولا بدنا ربطات خبز ولا بدنا بلايات دجور، يعني صحن يومي ويتوزع وكذا. مثل ما شفتوا يمكن على الطريق كلها من دي بدهم أناني مي حاطين وربطات خبز. هيدا بدنا نطلع منك كتر خيرون يعطيهم ألف عافية. بس ولاد المنطقة أشرفية رمال صيف مدور بدهم يتعزز شبابيك بيوتهم، هيدا أهم شيء، بدهم بواب لبيوتهم. يعني ما بعرف إذا كانت صعبة يجي كاميون إزاز مع إكيب أوكي ويوقف ويطلع على كل بيت يا جماعة شو ناقصكم نعزز لكم نعمل كذا. هالأمور بعدها مفقودة، بعده بيجيك عالم بيقولوا لك أعطينا خبر إذا حل أي بيت بده مساعدة لنساعده. ودينا عالم للبيوت أوكي، وشفنا أنه ما في شيء سيريس. في بعض الجمعيات عم تاخد، بس عم تاخد المقربين إلها مثلا أو معرفة أو كذا. بعد لهلأ ما في شيء سيريس وجدي. يعني وشغلة تانية، يعني اليوم المطلب الأساسي هو الإزاز، المطلب الأساسي هو إعادة تأهيل المنازل قدر المستطاع بس لحتى تكون قابلة للسكن، لحتى الناس ما تنام برات بيتها أو الناس ما تنام بلا شباك. ما بدنا بقى حصص غذائية، عم بقلك كتر خيرهم يهتموا هالمسؤولين وهالمتمولين وهاللي حابب يشتغل مظبوط ويكون مثل ما لازم يأززوا بيوت العالم. نعم. عم بقلك انه يعملوا يجيبوا كاميون يحطوا فيه ازاز، يجي اكيب يطلع على كل بنايه بنيتها ويحط ازاز. هذا المطلب الاساسي. طيب اوكي، نعم. الفكره الثانيه اللي كمان في هناك علامه استفهام كثير حول بعض اطماع يلي عم بتكون بالمباني التراثيه، سواء كان لهدم هيدا المبنى التراثي، ونحن بنعرف الاشرفيه وبيروت جدا غنيه، او سواء من شرائه وتحويله ربما من سكن إلى مطاعم. يعني منعرف نحن أنه في هناك تجار أزمات مثل ما صارت بالحرب الأهلية ممكن ترجع تتجدد بهذه الكارثة. هلأ بالمنطقة ككل، يعني كرمال جميزة أشرفية، في أبنية أثرية نتذكرها نحن وصغار كنا نروح قدامها، هيدي بتعز على قلبنا أنه تنهدي. أوكي. حاول يشتريها أو يهدمها. أكيد حاولوا، لمن عرفوا أنه تهدم هالبيت يعني بطل مصنف أثري او تراثي. اوكي، ركضوا على اصحاب هالاملاك هيدي هالعكارات هيدي لحتى يعني يغرون بالمال ويبيعون. وهن هول سماسره كبار، سماسره كبار من داخل لبنان او خارج لبنان، من الداخل ومن الخارج، من الداخل ومن الخارج. هلا ما فينا نعطي اسماء لانه معروفه. اوكي، استغلوا الموضوع، بس بعتقد هلا في عدة أشخاص، عدة نواب بالمنطقة منهم معالي الوزير نولا سحناوي قدم قانون اقتراح أنه تجميد كل شيء بيصير بالمنطقة من بيع عقارات، والناس صار عندها وعي كيف لا تفهم أنه في مخطط لتهجير، يعني مش بمعنى الكبير لكلمة تهجير، بس في مخطط لحتى يشتروا بيوتهم. شوف إيه، يمكن هن أصحاب هول العقارات كمان بعز عليهم يبيعوا هالعقار هيدا تبعهم، هالبيت اللي تربوا فيه
اوكي، هون ساعتها على الدولة انه تجرب تساعدهم، تجرب ترمم هالبيوت قدر المستطاع، اوكي، لا يبقوا بمحلهم، ما يتحول لا مطاعم ولا ابراج. شكرا لك المختار فادي نكوزي مختار أرميل. اذا جاد يعني مثل ما عم نشوف الصرخه الاساسيه اللي كانت بالنسبه لاصحاب المحلات التجاريه في أرميل هو يعني الازاز، الازاز ثم الازاز، يعني هيدي الامر جدا اساسي وجدا مهم. هن بدهم يستمروا، هن منهم بقى بحاجه لمعونات غذائيه، هن منهم بقى بحاجه لاي حدا يمكن يتصدق عليهم مثل ما عم بيقول البعض. طبعا المبادرات مشكوره جدا، ولكن والمساعدات الجدية والضرورية والأساسية لحتى أصحاب هذه المحلات يستمروا بعملهم، لحتى أصحاب هذه المحلات يقدروا يقفوا على إجريهم ويقدروا يكفوا ويقدروا هن يشتغلوا ومن عرق جبينهم يأكلوا، الأساس هو تركيب زجاج، تركيب رادع للسرقات، تركيب ألمينيوم، تظبيط المحل، إزالة الركام، والأمر نفسه ينطبق على أصحاب المنازل يلي هن مثل ما عم نشوف بالكاميرا، يلي هن منازلهم أصبحت غير قابلة للسكن بفعل هذا الانفجار وبفعل تضرر كبير بالشبابيك وبالمحل وبالألومنيوم، يلي يعني الأبواب والنوافذ كلها أصبحت مشرعة. بالتالي يعني هيدا هو المطلب الأساسي جاد من قبل أهالي الأشرفية، يعني نحن أخذنا عينة منهم، ولكن لسان حال الجميع أنه نحن أكثر بحاجة لهيدي المساعدة. فإذا أي شخص بده يساعدهم بطريقة جدية هيدا هو السبيل وهيدي هي الطريقة. طبعا يعني المساعدات الغذائية والعينية هي ضرورة للأشخاص اللي خسروا ربما منازلهم ومطابخهم أصبحت ركام، ولكن الأهم أن نحن نوفر لهم فرصة لحتى يقدروا يسكنوا بهيدا البيت، ما يغادروا الأماكن. وكما سمعنا من المختار فادي نكوزي اليوم هناك بعض تجار الأزمات عم بيحاولوا يشتروا عقارات يلي هي مصنفة تراثية، وعم بيحاولوا أنه يستغلوا هذه الأزمة. بالتالي أيضا الوعي تحمل المسؤولية أمر جدا مهم بالنسبة لأهالي الأشرفية. يعني ما بعرف إذا بعد معنا وقت، نحن بدنا نحاول أيضا نقوم بجولة يعني نتابع هيدي الجولة بالأشرفية. كمان هون جادة نحن صرنا بمحيط مستشفى الجعيتاوي، المشهد هو نفسه وهو يتكرر إذا بدنا نقول، سواء كانت المنازل المتضررة أو المنازل اللي هي مخلوعة نوافذها. مدام يعطيك العافية، أنتم من سكان المنطقة؟ نحن من سكان الرمان، مثل ما بتعرفوا مثل كل هالعالم اللي دررنا كتير زاز وألمينيوم وهالأخبار. يوم المساعدة الأبرز بالنسبة لكم شو هي إذا بحال الجهات المانحة يعني الناس عم نشوف عم تساعد عم تجيب حصص غذائية إلى ما هنالك، اليوم شو المساعدة اللي أكثر ضرورة لكم؟ يعني نحن المساعدة الأكثر ضرورة أكيد مادياً صراحة، لأنه كلنا وقف شغلنا، يعني هلأ مثل ما بتعرفوا المؤسسات كيف انضربت كلنا أكلناها، يعني أنا وجوزي اثنيناتنا قاعدين بالبيت لأنه مؤسساتنا واقفة عن العمل. فأكيد بنتمنى قصص مادية أكتر، يعني لو أكتر من الحصص الغذائية. أكيد كتر خير الكل عم بيساعدنا بالحصص الغذائية، بس أكيد بنتمنى كمان أكتر المادية صراحة، لأنه بيوتنا كلها انضربت، يعني نحن ما بقى عنا شيء ببيوتنا. إذا بدك يعني إذا إجا حدا شيء عرض عليكم مساعدة إزاز ألومنيوم إلى ما هنالك؟ صراحة عم يجوا يقايدوا، بس لحد هلا بعد ما شفنا شيء حدا اجى قالنا نحن رح نساعدكم بالقزاز او رح نظبط لكم القزاز. لا شكرا لك. يعني جاد مثل ما نعم كنا عم نحكي ريما، بدي اقاطعك لننتقل لنستمع لتصريح وزيرة الجيوش الفرنسية من مرفق بيروت. Ce mardi noir, les forces armées françaises se sont immédiatement engagées en appui des Libanais. Nos soldats qui étaient présents dans le cadre de la FINUL sont intervenus avec de premiers moyens sanitaires et logistiques. Le président de la République a été le premier à envoyer et à annoncer d'abord, puis envoyer une aide au Liban. Au lendemain de l'explosion, un premier avion d'assistance humanitaire a décollé pour acheminer du matériel de secours d'urgence, du sauvetage, de déblaiement, des équipes de la sécurité civile,
des marins-pompiers de Marseille, dont les compétences uniques sont utiles sur les lieux d'un drame si singulier, ainsi que des équipes médicales capables de prendre en charge 500 blessés. Ce premier avion a inauguré un pont aérien qui s'est mis en place entre le 5 et le 10 août. Au total, ce sont 8 vols militaires qui ont permis d'acheminer une centaine de tonnes de fret, qui comprend de l'aide alimentaire, des médicaments, du matériel de santé, mais aussi des personnels, des médecins, des infirmiers, des sauveteurs et des pompiers. Aujourd'hui, ce sont donc les navires qui prennent le relais. Au drame, le président de la République a en effet pris la décision de déployer le porte-hélicoptère amphibie que vous avez derrière moi, le Tonnerre. Ce porte-hélicoptère vient à la fois de la merveille technologique, mais aussi, si vous me permettez cette expression, de bête de somme. C'est à la fois un aéroport pour les hélicoptères qui l'abritent et qui peuvent très rapidement intervenir vers la terre, mais c'est aussi un port qui déploie des chalands de débarquement. Et c'est une capacité de transport considérable. Et puis c'est enfin un bâtiment muni de plusieurs équipements, dont un hôpital de 50 lits. Déployer le Tonnerre, c'est donc déployer un bâtiment qui sait tout faire. À bord de cette ville flottante, ce sont plus de 700 militaires qui se préparent à venir en aide aux habitants de la capitale. Il y a de nombreuses compétences utiles sur place, des soldats du génie de l'armée de terre, des spécialistes de la construction et de la réparation au milieu des gravats, des plongeurs démineurs qui effectuent des missions de reconnaissance des accès maritimes au port, ou bien encore des sapeurs-sauveteurs. Tous ces militaires français se sont mobilisés en urgence pour être opérationnel à Beyrouth dès aujourd'hui. Et en tant que ministre des armées françaises, je suis très fière de leur engagement. Je suis aussi fière de l'engagement des entreprises et des institutions de mon pays. Sur le bateau, il y a des tonnes de farine fournies par des meuniers français, il y a des tonnes de médicaments fournis par des hôpitaux, des tonnes de matériaux de construction fournis par des entreprises de construction et beaucoup d'autres choses encore. Et il en viendra encore davantage dans quelques jours, lorsque le bateau roulier Callao, qui a été affrété par les armées françaises, arrivera ici à quai à Beyrouth. Cette solidarité, vous l'aurez compris, fait écho à la mobilisation extraordinaire des Libanais eux-mêmes. Et je voudrais saluer celle des jeunes, notamment, qui ont déblayé et continuent de déblayer les rues et qui aident les plus démunis. C'est une force immense pour le pays et c'est une inspiration. L'aide internationale doit parvenir à chacun de manière efficace et transparente. Le président de la République, comme tous les participants à la conférence du 9 août, s'y est engagé. Et c'est aussi pour s'assurer de cette bonne distribution de l'aide française qu'il reviendra dès le début du mois de septembre. À cet égard, les forces armées libanaises jouent un rôle spécial dans cette première phase et je souhaite les en remercier spécialement. J'ai rencontré mon homologue Zaina Akar ce matin, ainsi que le général Joseph Aoun. Et je souhaite également remercier les Nations Unies pour la nécessaire coordination des efforts et le bon acheminement de l'aide. Ainsi, depuis la visite du président de la République Emmanuel Macron et la conférence internationale qu'il a organisée le 9 août, a été fait. Beaucoup a été fait pour susciter l'aide internationale. Mais vous pouvez en être sûr, nous ne compterons pas notre soutien car les défis sont encore immenses. Il y a les défis de l'urgence humanitaire et puis il y aura demain
les défis de la reconstruction. Mais il y a aussi les défis de la phase politique qui s'ouvre et pour laquelle un gouvernement de mission, capable de prendre des décisions courageuses, sera nécessaire. Et puis il y a les défis de l'économie, enfin, car pour sortir de la crise, des réformes profondes demeurent indispensables. Mais à chaque jour suffit sa peine, et ce que je suis venue affirmer aujourd'hui, c'est d'abord la force et la profondeur de notre solidarité avec les Libanais et la force de ce lien qui ne se démentira jamais. Et c'est d'ailleurs aussi la profondeur du sentiment qu'éprouvent les Français dont je suis venue témoigner aujourd'hui, ces Français qui ont été horrifiés par cette explosion et qui désirent, par tous les moyens possibles, aider. Alors pour terminer, ce lien, il porte un nom et c'est celui que nous avons choisi de donner à l'ensemble de notre opération de soutien au Liban et c'est un beau nom que j'énonce devant vous, c'est le nom de Amitié. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Michel Aoun, je lui ai rappelé l'attente que je viens d'énoncer, c'est-à-dire la constitution le plus rapidement possible d'un gouvernement de mission en charge pour une durée limitée de mener des réformes profondes avec efficacité. Le président Aoun m'a indiqué qu'il avait initié le processus qui relève des institutions libanaises et qui consiste à enclencher des consultations avant de proposer le nom d'un Premier ministre et que celui-ci puisse constituer un gouvernement et que ce gouvernement se présente devant le Parlement afin d'y être investi. Nous avons en effet évoqué ce processus et la nécessité de le conduire avec célérité. Madame la ministre, comment être sûr que les aides qui arrivent aujourd'hui, elles iront bien au Liban et pas à la corruption? C'est une condition évidemment indispensable que la communauté internationale qui participe au soutien du Liban a posé dans le cadre de cette conférence qui a été organisée le 9 août. Il faut que cette aide aille à la population libanaise qui en a besoin. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement libanais a décidé de charger dans un premier temps les forces armées libanaises de la centralisation puis de la distribution de cette aide. Et pour ce qui concerne la France, nous travaillons avec les Nations Unies dans ce sens. Et vous pensez que c'est une garantie? Comment ça va se passer concrètement? Le sac de riz ou de farine qui arrive aujourd'hui, où il va? L'ensemble de l'aide alimentaire qui est en train de débarquer en ce moment même de ce navire et très probablement d'autres sources va être centralisé puis livré aux forces armées libanaises et c'est aux forces armées libanaises d'assurer en s'appuyant sur des organisations qu'elle déterminera que cette aide est effectivement livrer la population. Ce que je peux dire dès à présent, des échanges que j'ai eus moi-même avec le chef d'état-major des armées ce matin, c'est que les forces armées libanaises organisent, y compris de façon directe, cette livraison dans un certain nombre de quartiers de la ville
et que c'est une livraison qui se fait porte à porte. Alors, avec la multiplication de l'aide, il va falloir bien sûr pouvoir démultiplier ce travail de livraison, mais ce sera un des points d'attention du président de la République qui reviendra début septembre, c'est de s'assurer que cette aide a effectivement été distribuée à ceux à qui elle est destinée, c'est-à-dire la population libanaise. En plus, le président de la République reviendra, est-ce que vous pensez à des observateurs, des gens extérieurs pour vérifier tout ça? Ce travail sera mené en lien avec les Nations Unies. وزيرة الجيوش الفرنسية في تصريحها خلال زيارتها إلى إذن تابعنا تصريح وزيرة الجيوش الفرنسية من مرفأ بيروت. وبس بدي أشير أنه بحديثة تطرقت إلى الشأن الحكومة وقالت أنه عرضت مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون هذا الموضوع وأبلغ أنه أطلق حركة المشاورات السابقة للاستشارات الملزمة تمهيدا لتكليف رئيس حكومة يكلف تشكيل الحكومة ويعني استمرار المسار الدستوري بانتظار يعني صدور مرسوم التشكيل ونيل الحكومة الثقة أمام مجلس النواب. دقائق ومنكون مع نشرة أخبار الساعة 2:15. خليكن معنا.